تقول لك ايه؟ عايز تعرف اللي هي ايه في مصر؟ هي كتيرة جبرية ليا مرة وعلى ذمتي مش بس كده وحبل مني كمان. ايوه زي القمر حلوة وصغيرة وتعرف ازاي تبسط جوزها لما بغيب عنها ببقى عايز ارجع لها تاني وانا محاط على السرير ده ما بفكرش الا فيها عايش ارتاح لها هي يا عفشة. العامله دي عاملتك انت يا عبد الحكيم. البيت ده يتسوى بالارض ها؟ مش عايز فيه طوبه قايمه في خلال ساعه، فاهمين؟ فاهمين. ايه ده؟ انت جاي تتعدى على بيت العمده ولا ايه؟ العمده؟ انت خلاص ما بقتش العمده، انت ما تعرفش الاخبار الجديده ولا ايه؟ وايه الجديد بقى ان شاء الله؟ انت خلاص ما بقتش العمده، انا بقيت العمده من متى ان شاء الله؟ من النهارده. باين عليك ما تعرفش، اصل المسؤولين عرفوا انك مش قد المسؤوليه وانك بتتعدى على حرمه البيوت والناس شهدت ضدك، عشان كده اتشلت من العموديه. طب ما انت جاي تتعدى وتهدي بيتي اهو يا عبد الحكيم. بيتك؟ انت ناسي ان البيت ده مبني على ارضي وانا اشتريت معك ما يثبت. يعني ايه؟ يعني الحكومه ما بتعترفش غير بالورق يا عثمان، لما تبقى تظهر الورق ساعتها يبقى بيتك وعوضك كمان. يعني انا غلطان لو وثقت فيك يا عبد الحكيم؟ عشان انت مش راجل بيتعدى على حرمه بيوت الناس وخصوصا بيت عبد الحكيم يستاهل اللي يجراله يا عرة الرجالة. يا رايح اصلي الدور يا رجالة ها؟ ارجع ما لاقيش توبة قايمة. سلام عليكم. ربيتك يا عمدي. ايه اللي بتعمله ده؟ اسحاق مالكش صالح باللي بعمله. ماليش صالح كيف اللي بتعمله؟ ابعد عني دلوقتي احسن لك. ايه؟ هتهدي بيتها انا كمان؟ ايوه ههده. اي حد هيقرب ولا يكسر هيبة البيت الكبير هدمره. فريدة تعالى يا روح قلبي. فريدة تعالى. ايه دي؟ صباح الفل والهنا. صباح السعادة، صباح الهنا كله. اسمعي انا لازم اروح الشغل وبعد كده لازم اشوف ابوي. خليك معايا النهاردة هقول لك على حاجة تفرحه. فريد انا عايز اي حاجة تفرح الكبير. لا قولي الأول أي حاجة هيقولها ولا يعملها تيجي تقولي على طول. إيه فريدة قولي في إيه؟ وعدني الأول. حاضر بوعدك. قولي. أنا أحبها.
في ايه؟ سكتت ليه؟ بتقولي صح؟ ايوه صح، وصح الصح كمان. لا لا انتي بتكذبي او بتهزري. لا هو الكلام ده في كذب والهزار والمصحف. انا حبله. يا دين النبي يا دين النبي. رايح فين؟ هقول لابوي وامي وعمتي ولكل اخواتي هقول للبلد كله. مالك كده مش مصدق؟ لا 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 اقعدي اقعدي ما تحركي شيء. انا هجيب لك كل حاجه. مش عايز ولا حركه. بطيخ، نفسي بطيخ. يعني الورقه دي من المحكمه؟ ايوه يما. والورقة دي بتقول ان بنت عمك رفعت قضية في المحكمة تقول فيها ان ابوك اسم الله عليه حرامي وسرقهم. شفتي؟ ايوه. حلو والله. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة يا كبير. اهلا وسهلا. ما يحكم شيء. هي ممسوكه كده صح ولا كده صح؟ كده هو يما صح. اما جوما بشروا بقول لك ايه يا حاج، لو ممكن يعني بعد إذنك يعني وإنت نازل مصر رايح لضرتي تقول لي قبلها بشوية، يعني بقول لحضر لها زيارة حلوة كده معتبرة وأنزل عشان أبارك لها. أمال إيه، لازم نعمل الواجب معاها، وهو كمان يعني هنتفرج على أشكال مش هنشوفها غير في الموالد وبس. عايزاها يا جبرية؟ كفاية اللي أنا فيه. أخويا بعد الشر عليك، في كل خير ان شاء الله. ده انا عايز اقول لك خبر هيبسطك قوي قوي. خبر ايه؟ قولي. بنت اخوك الحلوه المتعلمه الغندوره اللي قاعده مع امها في مصر، اللي عمرها ما قالت لها عيب ولا اختشي ولا ايه الاصول، عملت كده. ايه ده؟ بسم الله عليك. ورقة من المحكمة بتقول ان بنت اخوك رافعت عليك قضية وهتوقف قصادك في المحاكم، واهل البلد كلهم هيتفرجوا عليك يا كبير البلد. الكلام ده مش مظبوط. لا مظبوط. امال ايه الورقة بتقول لك ده؟ اقول لك، مهري تال اتجوزت ولدك وهتخلف منه وحتكوش على كل حاجة، وزينب حطت راسنا في الأرض وجبناها عاشت معانا هنا في البيت، والتالتة اللي قاعدة في مصر حتبهدلك في المحاكم. ما شاء الله ما شاء الله، كريمة ربت صح. يقعد على الرفوف لما يكبروا اللي على الكتوف يا عبد الحكيم، ولسه ما تشوف. عايزك في كلمتين.
لا بلاش الحتة دي، بلاش، اتفضل بره. هشرب قهوة ولا ايه؟ قهوتك مظبوطة يا عبد الحكيم وانا عارفها. طول عمرك صاحبة واجب يا كريمة، يدخل عندك يطلع وهو مرضي وبيد ايدك. كنت. وليه كنت؟ الواحد بيتغير يا عبد الحكيم لما بيلاقي البني ادم ما يستاهلش ولا بيصون العشرة والعيش والملح، غصب عن الواحد بيتغير. عندك حق، كلامك كله صح. مقدرش الومك ولا اقول انك غلطت في كلمه واحده من اللي قلتيها، بس ولاد الاصول ما يعاملوش الناس بمعاملتهم، يعاملوهم اللي هم اتربوا عليه. كلامك حلو وموزون وله قيمته، بس ليه الناس لما بتقول كلام ما بتعملش بيه؟ ليه الواحد لما بيدي نصيحة ما بيوزنهاش بالمسطرة ويطبقها على نفسه؟ عارف يا عبد الحكيم، لو كل واحد بيطبق الكلام اللي بيقوله على نفسه، يا سلام، كانت الدنيا دي كلها مليانة خير. كريمة كفاية لحد كده. هو ايه اللي كفاية يا عبد الحكيم؟ كفاية ان سيرتنا بقت على كل لسان في البلد والبلاد اللي حوالينا. هو انا السبب؟ امال مين السبب؟ انت السبب. انت ليه يا عبد الحكيم مش عايز تشوف الحقيقة بعينيك؟ مش عايز تشوف انت ومراتك عملتوا فيا ايه؟ كل اللي انا عملته رد فعل ليك مش اكتر من اللي انت عملته فيا. ما تخبرش انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ ما انا بقول لك ده رد فعل من اللي انت عملته. انا جاي عشان نتصافى. ومين ما يحبش التصافي والنية الحلوة؟ مين ما يحبش ان المية تجري في العالي وان الدنيا كلها يبقى فيها خير مش شر يا عبد الحكيم؟ كلامك زين. وعشان انا ابين لك نيتي انها صافية، انا هشرب معاك القهوة. طول عمرك بنت اصول. والاصول بتقول ايه يا عبد الحكيم؟ ايه؟ بتقول عشان الدنيا تبقى هاديه والقلوب صافيه، يبقى صافي يا لبن حليب يا قشطه، يعني كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. حداك العيب يا كريمه. حلو. مراتك بتبص في القهوة كده ليه؟ ما أنا عاملها قدامك، وأنا هعمل زي غيري يا عبد الحكيم. كريمة، أنت ليه مش عايز تآمن وتصدق إن جبرية هي سبب في موت عبد الله أخوك، وهي اللي قتلت دلال، والقضية هي شغالة، وإن شاء الله بكرة هيجيبوها من رقبتها؟ بلاش الحقد والغل اللي جواك ناحية جبرية يخليك تخسري كل حاجة. هو أنا كنت كسبت إيه؟ هو أنا أجيلك يمين تجيلي شمال؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أنت اللي عايزة إيه؟ هنقف قدام بعض في المحاكم؟ آه هنقف قدام بعض. اللي حصل ده كله ما يخليكيش تعرفي إن إحنا ما نقدرش نستغنى عن بعض. واللي حصل ده كله ما يخليكش تعرف اللي ياكل حق الناس ويرمي الولاية في الشارع يبقى الدنيا عليها الخراب؟ كريمة، عبد الحكيم، عايز ايه؟ جاي عشان تميل دماغي عشان اخلي شهد تتنازل عن القضية، ولا جاي عشان اقول لك شكرا على اللي عمله مروان معايا، ولا جاي عشان نتصافى وتبقى الدنيا فلة وزي الفل حلوة؟ انت شايفة ايه؟ اسمع يا عبد الحكيم، انا الفلوس ما بتهمنيش،
أنا عشت مع عبد الله على بصلة فوضى قد كده. أنا بس عايز أفكرك إن طول السنين اللي فاتت دي عبد الله ما جاش قال لك أنا عايز قرش ولا عشرة، ولا أنت طول السنين اللي فاتت دي سألت على أخوك من بعد ما الحاج الكبير طرده وحرم عليه دخول البيت. بفكرك لما عبد الله جالك وقال لك أنا محتاج، سبت أخوك يموت والدين بياكله وما سمعتلوش. سمعت كلام جبرية قالت لك لا يا عبد الحكيم اوعى تسمع له، ده بيكذب، ده مكنز وعلى قلبه قد كده. بفكرك بعبد السلام لما جه ياخد حقه وادالك بالكف، طلعت المسدس بتاعك وحطيته في وشه وقتلتك وهو ما عملش كده. عايز اسالك سؤال يا عبد الحكيم، كفنك في كام جيب؟ هتحط فيه قد ايه؟ يعني مفيش فايدة فيك يا كريمة. انت اللي مفيش فايدة فيك ولا عايز تفهم. افهم ايه؟ قلت هالبتك عندي اغلى من شمس، اغلى من نور عيني، حبلة في ولد ولدي، وزينب هطلعها من الغرقة اللي انت غرقتيها فيها. عايز ايه تاني؟ لا انت كنت عايز تعمل غير كده يا عبد الحكيم. لا لا فهمت، انت جاي عايز ثمن اللي انت بتعمله ده. لا بلاش، اقول لك بقى، انت عايز البلد كلها تقول يا سلام شفتوا الكبير عمل ايه مع دمه ولحمه، لمهم وبيدافع عنهم، صح؟ تصدق انك صعبان عليا يا كبير؟ يا كريمة شايفاني عفش قوي للدرجة دي؟ فيش أي حاجة كويسة؟ مش عارف أنت عملت إيه؟ تبعت لحمك للعمدة؟ ما حصلش. لا حصل، وإذا كنت عملت كده وعاملة نفسك مش واخدة بالك تبقى مصيبة، وده يخليني أخاف، أخاف على الأرض والمال، خف على العيلة واسمها. انت بتقول كلام وعايز تصدق نفسك فيه. انت اللي ما ترياش يا كريمة، توجعت نفسك في بير ملوش قرار. عبد الحكيم انا مش عايزة كلام كتير، وشهد مش هتترجع عن القضية الا اذا انت رجعت عن اللي في دماغك وعرفت حق ربنا. حبيبي حبيب امك اخوي، عامل ايه؟ كيف؟ الحمد لله الحمد لله. يما فريده حبله جد؟ ايه يا حبيبي، يا الف نهار ابيض، يا الف بركه، فرحت قلب اخوي. ابويا فين؟ يا ابوي فريده، فريدة حبلة. حبلة يا ولدي، مبروك يا ولدي، ألف مبروك. بارك فيك يا أبوي. بركة حبيبي، عشان يبقى ولدك وولد أبوك قد بعض يلعبوا مع بعض اسم الله كده. إيه اللي بتقوليه ده يا جبري؟ أها، هو أنتوا ما تعرفوش إن عبد الحكيم اتجوز بنت صغيرة وحلوة وحبلة؟ امال ايه؟ بقول لك ايه يا سي عبدو، ما تقول لي هتجيب لك اتنين في بطن واحده عشان تخلص كده وتنبسط وتبطل بقى كلام في الحريم. الكلام ده صح يا ابوي؟ يا ابوي يما الكلام ده صح؟ صح
فوزية، لو هتكلميني عن محروس مش عايز اسمع ولا كلمة. ها؟ محروس مش هيرجع البيت تاني. لا قولي يا عبد الحكيم، هو انت لو عندك بيت كنت تجوزتها لواحد زي محروس؟ الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده. كلام فارغ؟ ايوه صح، كلام فارغ. طيب محروس جوزي وانا مش عايزه اسيبه، ايه قولك عاد؟ فوزية! ايه يا عبد الحكيم؟ زعلان ان اختك بتقصول وبتحب جوزها وهتقف جاره حتى لو فيه بلاوي زرقاء؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقولك ان محروس جوزي وانا ما قدرش اعيش بعيد عنه وعايزاه يرجع البيت تاني، واذا كنت انت مش عايزه يرجع البيت خلاص اشتري لي بيت تاني وعيش فيها انا وياه. غلطان انا؟ ايوه غلطانه، عشان الراجل هو اللي يجيب البيت والعفش والشبكه، مش الست هي اللي تجيب البيت. ولما البيت ده اهله يعتبروني ان انا مش بني ادمه، مش عايشه، ميته. ميته ايه وزفت ايه؟ بلاش دي. ما تقول لي يا عبد الحكيم، ليه لما رحت تعمل اعلام الوراثه بتاع ابويا الله يرحمه ما حطيتش اسمي؟ ها؟ ايه؟ محيتني من على وش الوجود؟ موتني وانا لسه عايشه؟ عبد الحكيم، صح ما كانش حد بيخبط على الباب عايزني؟ ولا انتوا اللي عملتوا كده عشان ما اتجوزتي والارض والفلوس تروح لحد غريب؟ ما تقولي، فهمني. عايزه تعرفي؟ ايوه عايزه اعرف. ايوه فوزيه، محدش كان بيخبط بابك. انتي احلى بنت واي حد كان يتمناها، بس الكل كان بيدف ويدور ويجي لحد بابك ويرجع، عشان الكل كان عارف انك بتحب عبد السلام. اوعي تقولي لا، ها؟ عينيك كانت فضحاكي. بالنسبة لإعلام الوراثة، مش أنا اللي عملته، عبد الله هو اللي عمله. لا، أنت بتكذب. أنا ما بكذبش. عبد الله هو اللي راح عمل إعلام الوراثة وخاف. خاف يحط اسمك، تضيع الفلوس والأرض. عارفة ليه؟ ليه؟ كان خايف تتجوزي وجوزك يطالب بحقك ويقول فين مرتي، ولا انت تتجوزي وتقول عايزة فلوس عيالي. فوزية، لو عايزة ترجعي محروس البيت رجعي، رجعي، بس لازم تعرفي إن محروس ده ملعون، لو شم ريحة الفلوس هيغدر بيكي وهيرميكي. يرميني؟ عنده حق، ما هو غريب، مش هيعمل أكتر من اللي عملوه إخواتي، إخواتي والد أبوي وأمي اللي دفنوني بالحياة في البيت ده، اللي قتلوني وانا لسه فيا الروح. فوزية ابعد عني! فوزية ابعد بقولك! هتحضن ميتين يا عبد الحكيم! هتحضن ميتين!
ألف مبروك. على إيه؟ المولود. أنا كنت فاكر البيت كله هيفرح. طب ما الناس كلها فرحانة أهو. لا مش حقيقي، محدش حاسس، محدش حاسس باللي حصل. مروان أنا غلطت في حق نفسي وأنت كمان غلطت في حق نفسك، بس أنت أكتر شوية. مش فاهم. ولا أنا ولا أنت يهمنا كل اللي بيحصل ده، ولا أنا يهمني الفلوس ولا أنت يهمك الفلوس. مروان أنت عشت طول عمرك بتدور على نفسك، وانا عشت طول عمري مش فاهمه انا عايزه ايه، ولا ايه اللي يريحني، ولا ايه اللي يخليني احس بنفسي. اللي ممكن نعمله عشان الواحد يحس انه عايش، نحب نفسنا شويه. مروان اللي زينا كل اللي يهمه ان يلاقي حد يحبه بجد، يهتم بيه ويفهمه ويخاف عليه. هو ده كل اللي احنا عايزينه. طب انا هقول لك على حاجه مش مصدقها لحد دلوقتي. ايه؟ أنا ما بحسش بالأمان غير في المكان اللي أنت موجود فيه. مروان أنا اتجوزت العمدة على الورق بس، يعني هو ما لمسنيش ولا جه جنبي، ولو ده كان حصل أنا كنت قتلت نفسي. زينب حلوة مش كده؟ تأخرت، قلتي أجي أطلع عليك، قلتي أكيد عمي عبد الحكيم اتبسط قوي لما عرف إني حامل، قلتي أجي أقعد معاه وشاركه فرحته. زينب متعلمة، تقول مليون كلمة حلوة تدخل القلب وتشغل البال، بس قلبي فريدة ما يسعش غير واحد، واحد بس ويقفل عليه. مش عايزك تتكلم ولا تقول أي حاجة، عايزك توزنها بس. شوف يا مروان، أنا هقول لك على حاجة واحدة بس، وانت حر اعمل اللي تعمله. لو فكرت للحظة واحدة بس انك تتجوز او قلبك راح ناحية واحدة تانية، مش هقولك انت عملت ليك ده، مش هتكلم، مش هفتح خشمي، بس لازم تعرف ان انا لا يمكن اعيش وانت قلبك رايح ناحية واحدة تانية. لازم تعرف ان انا بحب أكون واحدة، واحدة بس وما فيش غيرها. بس أنت اتجوزتيني، أنا متجوز نادية. تقصد جيت لي هربان من نادية، جيت محتاج لحد ياخدك في حضنه ويقول لك أنت كبير. أنا لما أجي ما حدش يبقى لا بعدي ولا قبلي يا مروان. أنا ما خدتكش من نادية، لا أنت اللي كنت بعيد وبعيد قوي كمان. والدي هيبقى معاي، مش هسيب. وانت تيجي في اي وقت، البيت مفتوح، تقعد معاه وتشوفه وتلعب وتاخده معاك لو حبيت، يبيت ويعيش حياته. بس في الاخر لامه، في الاخر في حضن امه، امه فريده.
هتبقى عال ما تقلقش. روح انت ارتاح وانا هقعد هنا معاها. ارتاح ايه بس يا ابني؟ ارتاح كيف؟ ده الدكتور هشام المليجي، ده استشاري كبير يا ابوي. يا دكتور طمنه. مساء خير يا دكتور. الحاله صعبه شويه بس احنا الحرق عندنا من الدرجه الاولى والثانيه. احنا عندنا المرحله الاولانيه والمرحله الثانيه، ان شاء الله بالبرنامج العلاجي المناسب ان شاء الله هنوصل للشفاء اكثر من 90%. انا استاذنكم ان انا اعمل الصلاه. تفضل يا ابني. نفسك جنيه ليه؟ همني عبد الحكيم. همني كيف؟ زي ما هملتني السنين اللي فاتت دي كلها، زي ما العمر عدى بيا وانا بتفرج على الدنيا من بعيد، لا انا عارفه الحاجه ولا دوق طعمها. ولما دوقته دكتور المر اللي فيها. هاني حامل اللي انت عايزاه. بعد ايه؟ هسافرك بره، هجيب لك احسن دكاتره وهتتعالجي، هتبقى احسن من الاول. خلاص يا عبد الحكيم، ما عادش ينفع. اللي تشوه مش وشي ولا جسمي، اللي تشوه جواي قلبي اللي انكسر وروحي وسنين عمري اللي راحت فما جيتش اقدر ارجعها تاني. ده جاي بيتحل زي التعبان.
عشان يوصل للي هو عايزه، عشان خايف من شهد والقضية اللي هي هترفعها، خايف لا يخش السجن، وخايف مني عشان أنا ممكن أجيب أوراق تثبت حق عبد الله وحقي وحق البنات في الأرض، خايف لا تتحط في إيديه الحديد ويتكلبش. طيب طيب ايه في مالك؟ في ايه؟ فوزية مالها؟ ماتت؟ لا محروس طلقها؟ لا يا ماما. امال ايه اللي حصل؟ ولعت في نفسها. اسحاق اسحاق افتح. اللي حصل ده يضربنا ولا انت عملته كان يصح؟ انا عملت ايه؟ انا اتجوزتها من غير علم ولي امرها. مين اللي قال لك الكلام البارد ده؟ قالوا لي امرها مامها ولي امرها من ميت، واحنا بنجوز بناتنا من غير موافقه رجاله العيله يا عصمان. طب وبيت اللي تهد؟ انت غلطت وهو غلط وكل واحد طلع فيكوا اوسخ ما فيه. انت عاوز ايه دلوه؟ عايز مرتي تاني؟ تاني وتالت مش حاسبها. انت جوزتها كيف يا عثمان؟ اتجوزتها زي ما زوجتها. انت مالك انت؟ طلقها. نعم تكبلت في نفوخها كليه يا اسحاق. اجيلك المشوار ده كله وتقول لي طلقها ليه يعني؟ انت عايز الحق والصح ولا نفضل نلف وندور حوالين نفسنا؟ طبعا عاوز الحق والصح. انت ما راعيتش الاصول والصحوبيه اللي بينكم. ما تجيش عدل وتطلب منه انه يراعيها. نعم بتقول الكلام ده ازاي يا اسحاق وهو راعي عبد السلام؟ طب اقعد. ادينا قعدنا. انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز اقول لك انه قتل عبد السلام، وانت يا اسحاق كنت واقف والشاهد هو بيقتله، وانا لو عايز ارميه في السجن ارميه في السجن. ايوه ما تقول عادي كده. ليه؟ وانا بقول حاجه ما حصلتش ليه؟ قول انك انت مش جاي عشان زينب ولا عشان ان هي مرتك. قول انك انت جاي عشان عاوز تدخل عبد الحكيم السجن. لعلمك لو ده حصل انا وانت وكل اللي كانوا موجودين هنروح في 60 داهيه. ليه يعني؟ انا كنت اللي قتلته ولا ايه؟ بس سترنا على القاتل وقلنا ما نعرفش حاجه، ولما كريمه قالت ده مسافر كلنا قلنا امين، وانت بنفسك قلت امين. عادي عادي كنت غلطان. واكتشفت انك غلطان دلوقتي. اسمع يا عثمان، سيب زينب طلقها وانسى ان عبد الحكيم كان صاحبك في يوم من الايام. يا راجل اطلقها ايه؟ صلى على النبي، انت مش هتشهد ولا ايه؟ اشهد على مين يا مغبول انت؟ هتكتب شهادة الحق يا اسحاق؟ اتكتم نفسك. اسمع انا خلاص تعبت، ما عادش فيا نفس. يا ريتني كنت سمعت كلام بشاره ولدي وهملت البلد باللي فيها. ماشي يا اسحاق انا هتصرف. مش عايز اشوفك كده يا ابوي، انت كبير قوي اكبر من اي حاجه. روح لمراتك يا ولد. مش هروح حته، انا معاك. مش عايز حد معاك. وانا معاك حتى ولو للصبح. من غيرك ولا حاجة يا ابوي. انت تعرف ده ولا مش واخد بالك؟ انت غالي عندنا قوي. بكلمة منك الدنيا كلها هتتغير، نرجع تاني مع بعض.
كيف يا ولدي؟ أنا عمري ما كرهت مروان، أنا بغير منه. أيوه بغير إنك بتكلم أكتر مني، بغير إن هو قريب منك وأنا لأ. أنت بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي يا أبوي، كان نفسي إن أنا اللي أبقى في يدك وفي ديلك، كان نفسي النظر اللي في عينيك دي اللي كلها حب وتقدير تبقى لي أنا مش ليه. انتوا تنين في ميزان واحد، بس انا عايز كفة تاني للطب. تنين ولادي وانا طبعا فيك حجي. النهاردة اسعد يوم في حياتي، أنا مبسوط أكتر من أي حد في الدنيا. الحب ده اللي نهد الدنيا كلها. عايزة أرجع. مستغرب؟ ما أصلي ما كنتش فاهمة. حميد بعيد عنك، الكلام اللي كنت بسمعه كان بياكل في جدتي. الواحدة مننا لما يتسلط عليها عجلة تبقى ما عارفاش الصح من الغلط، وتبقى كارهة نفسها واللي حواليها. بس فهمت إن أنا كنت عبيطة. ما اللي تحط نفسها في ميزان مع أم وجوزها تبقى عبيطة. واللي ما تعرفش قيمة الراجل اللي متجوزاه وتنسى كيف كانت شايفاه قبل ما تتجوزه، يبقى سهل يضحك عليها وأنا ضحكت على نفسي. مش هينفع يا نادية. ليه مش هينفع؟ عشان يعني متجوز فريدة؟ وماله؟ أنا كنت مرتك قبلها، أنا هعتبرها هي التانية. لا مش عشانك ده، عشان الدم اللي حصل بيني. تقصد يعني عشان ابوك قتل ابوي؟ طب وانت مالك؟ انت ذنبك ايه؟ اللي حصل ده يتحاسب ويتحاكم عليه ابوك، لكن انت بعيد. طب افرض انه كان حصل واحنا متجوزين، كنت هتعمل ايه؟ تفرق؟ تفرقش. تفرق يا نادية، تفرق. ايه اللي شفتيه وخلاك تدلوك وتشوف انك انت غلط وانا صح؟ شفت بنات عمتي غالين عندها قد ايه؟ شفت رتال بيجي لها بيت وهتبقى ام؟ شفت زينب واللي انت عملته عشانها؟ لقيت نفسي لوحدي في بيت طويل عريض. شفت اللي ما كنتش شايفاه يا مروان، انك كنت بتحميني وبتخاف علي. واحد غيرك كان راح جاب دره في نفس البيت
وقال من حقي يبقى عندي عيل. عيل نادية، هو صحيح أنا طيب وبحب كل الناس اللي حوالي وبحطهم جوا نين عيني، دول الناس، ما بالك مرتي؟ عارفة يا نادية؟ يوم ما اتجوزتك قلت دي اللي هتهنيني، دي الحتة الحنينة في حياتي، دي اللي دي اللي هتريحني من كل المشاكل اللي في شغلي، قلت دي هتكون أم عيالي. بتقولي عيل، انت عارفة يا نادية ايه يعني الواحد يمشي في البلد ويقولوا له يا كبير يا كبير وما يكونش عنده عيل؟ انت عارفة معناها ايه بين الرجالة؟ يعني اني ناقص، وناقص دي حاجة كبيرة قوي. تقللت من قيمتي قدام الناس يا نادية، قللت من قيمتي وصغرتيني وقلت معلش معلش، بكرة هتعقل وتعرف، بس انت ما رعيتي شيء، ما شفتيش اي حاجه كويسه كنت بعملها، ورحتي بعتيني بعتي راجلك وبيتك عشان شويه كلام. عشان كده ما ينفعش، ما ينفعش يا نادية مروان، ما ينفعش، ما ينفعش أرجع. اسمع يا نادية، لو عزت أي حاجة حكون موجود، وحقك حتاخديه. روحي يا نادية، روحي، ربنا يوفقك في حياتك بعيد عني، مع السلامة، مع السلامة يا نادية. لقيته مرمي على الزراعية، اربط الرباط، اربط، عامليها محروس زي ما قال لك سي حسن، مرمي على الزراعية، لا شغلة ولا مشغلة. عرفت اللي حصل لفوزية؟ عرفت، كان الله في عونها، ربنا يقدرها بقى على اللي هي فيه. طب يا راجل، مش كان واجب عليك تزورها؟ دي مرتك. مرتي، صح، مرتي بالامر. ده عدل في كلامك، يلا والله هتطلع من هنا على ظهرك. انتوا جايبيني عشان تموتوني ولا ايه؟ محروس، موتك ايه؟ يا راجل، انا بس عايزك تروح المستشفى عشان تزور فوزية. ليه؟ الله، مرتك. الله، مش انت برضو يا بلحاج اللي قلت لي انا مش عايزك في الدار وماليش اي صله بيها تاني؟ كلام ده سابق،
الكلام ده سابق يا أحرس، دلوقت كلام تاني خالص. بكام؟ صدق إنك واطي وعايز تتربى من أول وجديد. سيبه يا حسن، سيبه. كمل الرباط. عايز كام؟ اللي تشوفه يا سعادة الباشا. شوف انت بقى، واحد زيي هيعيش عمره كله مع واحدة لا مؤاخذة يعني مش خلاص. انت مش كان نفسك يبقى لك بيت انت وفوزية لوحدكم؟ لا مؤاخذة يا ابو الحاج، فوزية ليها كتير وانا جوزها. وشوف بقى التضحية الفظيعة اللي انا هعملها اللي سعادتك ما تقدرش عليها اصلا. ماشي ماشي يا ابو احرس، وروح لفوزية زرها، ولو حسن قال لي انك رضيتها انا هظبطك. خدامينك وتحت رجليك، وبعدين يعني انت ظبطني وانا فوزية دي في عينيا. قدامي في قدامي. يلا تفو واطي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ليه بس تعملي في نفسك كده يا فوزية؟ تعيشي في الدنيا مفترية وتموتي في الآخر كافرة، استغفر الله العظيم. دي في عز شبابها لسه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اوعي يا كبرية خلينا نخش. ايه اللي جايبك؟ جاي اعمل الواجب. واجب ولا تشمتي؟ لا الشماتة دي تعرفيها انت، انا ما اعرفهاش. وحياة الله حصل، ما حسيبك يا كبرية. وايه اللي حصل؟ ايه انت بتنسي بسرعة قوي كده؟ عبد الله وموت عبد الله، مش انت السبب فيه؟ الله يرحمه. يا شيخة حرام عليك، انت مصدقة روحك والله؟ مش انت اللي قايلة كده بعضنة لسانك ولا ايه؟ ولا حاصل والله العظيم ما هسيبك يا جبرية. ايه هتقتليني؟ اه هذبحك وارمي جثتك في الطاحونة، واقطع لحمك حتت 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 وارميها لكلاب السكك، ودمك في اقرب بلاعه وحرميه. ها يا مراري، في ايه؟ انت جايبه الغل والسواد ده كله منين؟ منك ومن جوزك. شربتولي الغل والسواد، حقنتوه في دمي من اللي انتوا عملتوه فيا بعد موت عبد الله. اوعي من وشي يا جبريه، اوعي بقولك كده. هتوجعيني يا وليا. خبر ايه؟ انتوا جايين تزوروا المسكينة ولا جايين تتعاركوا؟ شفت حسها جايب لاخر الدنيا. سكت حسك وانقطم وسطك يا بعيدة. مش هرد عليكي، مش انا بنت اصول، بنات الاصول صوتهم يعلاش. الدار والباقي على اللي تربوا على النواصي. جبرية. اه. والله انت دلوقتي. انا اروح وهي تقعد يعني؟ قلت لك روحي ولا قسما لا عزم. لا لا تحليفش. حاضر حاضر يا اخويا، عيني امشي وماله. يلا قتال. نعم يا حاج. حسن عارف اني جاي هنا؟ اه طبعا عارف، بس ما يعرفش يعني ان انا جايه مع ماما. طيب ادخلي انت لعمتك شوفيها. حاضر. سيب امك عايزه في كلمتين. طب انا عايزه اخش اشوف المسكينه اللي جوه دي. عايزك. حاضر يا عبد الحكيم. تعالى يا كريمه. اؤمر يا كبير. عجلي شهد يا كريمه، ما ينفعش توقف قدام عمها في المحكمه. ايه؟ الآن ولا خايف؟ انا خاف. أخاف من إيه؟ يمكن من السجن مثلا. أجليها يا كريمة، إحنا ما بصرناش معاكي، حتى ولدي مروان كان حيضحي بحياته عشان خاطر جدك. وإنتي أنا ما قصرتش معاكي، اللي إنت عايزاه من جنيه لمليون. طب والدم اللي بيني وما بينك يا عبد الحكيم؟ الدية، الدية اللي انت عايزاها. ياه، وقدرت تقولها؟
رخيص قوي كده عندك صاحبك وحبيب عمرك؟ طيب عبد السلام، افرض ان انا اتنزلت عن روح اخويا، تقدر تقول لي انت هتتنازل عن روح اخوك اللي قتلته كبرياء؟ تتخبلت يا مرة؟ لا اقسم بالله اللي بقوله لك ده مظبوط. رتا بنتي سمعتها في ودنها وهي بتعترف لدلال، بس رتال عامله لك ألف حساب وخايفة تعرف تروح انت واخد بطارك وقت الجبرية، وخايفة أكتر على اللي في بطنها ابن ابنك يا كبير. انتي أنا في منتهى العقل، تقدر تقولي إيه اللي حصل لدلال؟ جبرية خديتها الطحونة ودبعيتها هناك عشان ما تفتش سرها وتفتحها قدام الناس، عرفت؟ عارف ايه مشكلتك يا عبد الحكيم؟ ان انت مش عايز تشوف، مش عايز تشوف الحقيقة ولا تسمعها، انت بتسمع كلام جبرية وبس. صدقني والله بتسمع كلام جبرية وبس. اسكتي اسكتي، هي اللي قتلت عبد الله. والله هي اللي قتلته يا عبد الله. كفاية كفاية. حلف له على ايدي، مش عايز الست، مش عايز تصدقني برضه اللي قتلت جوزي واخوه. حسبي الله ونعم الوكيل. شد حيلك يا عمتي، ازمه وهتعدي ان شاء الله. عليك يا ست الستات، ألف سلام عليك يا فوزية. وهتجي منين السلامة يا كريمة؟ لا ما تقوليش كده، إن شاء الله هتخفي وهتبقي زي الفل. ليه؟ هو قال لي ليه يا فوزية؟ ليه أخف وأبقى زي الفل؟ عشان إيه؟ ولا عشان مين؟ ومين فيهم سأل عليا ولا جه طبطب وقال لي مالك فيكي ايه؟ ايه اللي قهرك ووجع قلبك؟ عندك حق يا اختي، احنا غلطانين في حقك، غلطانين. غلطانين في ايه ولا في ايه؟ انا عشت طول عمري بين اربع حيطان، كل ما اسمع زغروته في البلد احس كانها نار في قلبي، كل ما اطلع عشان انقط عروسه ولا باركلها الاقي نظرات في عينينا سوينا اهل البلد، ابقى عايزه اولع في روحي عشان ما حدش يحس بالوجع اللي انا فيه. انت كمان غلطانه يا فوزية، مش احنا بس. انت لا كنت بتسألي على حد ولا عايزة حد يسأل عليكي، واللي يخبط على بابك كنت بتطردي، حتى الباب ما سبتهوش موارب عشان يخشلك منه طاقة نور. افتح الباب لمين يا كريمة؟ ليكي وانا عارفة انك بتكرهيني، ولا الجبرية وانا عارفه انه نفسها اني اموت النهارده قبل بكره عشان ما طالبش بحقي وورثي، ولا العبد الحكيم اللي بيعملني كاني بهيمه في البيت، ولا اللي افتحه لعبد الله اخوي؟ انت كنت فاكره انه اقرب واحد ليا، اللي عرفت انه مرضيش يحطني في اعلام الوراثه. يا فوزية عبد الله كفايه. انت جايه يا كريمه؟ ها
جايه ليه؟ والله العظيم انا جايه عشان اطمن عليك واقول لك انا تحت امرك في اي حاجه تطلبيها. والله العظيم يابا انت جايه عشان تتشافي فيا، جايه عشان تشوفي فوزية وهي محروقه وما بقتش تسوي في سوق الحريم حاجه، جايه عشان تشوفي اللي حصل لي ده هتعملي فيه ايه وازاي هتوقفي قدام عبد الحكيم، صح ولا لا؟ لا لا لا. ماما يلا نمشي. ايوه ايوه يا ريتال، خد امك وامشي، امشوا. افتح الباب لمين يا كريم؟ ليكي؟ وانا عارفه انك بتكرهيني، ولا الجبريه؟ وانا عارفه انه نفسها اني اموت النهارده قبل بكره عشان ما طالبش بحقي وورثي، ولا لعبد الحكيم اللي بيعملني كأني بهيمة في البيت، ولا لأفتح ولعبد الله أخوي اللي كنت فاكرة أنه أقرب واحد لي، واللي عرفت أنه مرضيش يحطني في أعلام الوراثة. يا فوزية عبد الله كفاية، أنت جاية ليه يا كريمة؟ ها؟ جاية ليه؟ والله العظيم أنا جاية عشان أطمن عليك وأقول لك أنا تحت أمرك في أي حاجة تطلبيها. والله لو كدابة، أنت جاية عشان تتشافي فيا، جاية عشان تشوفي فوزية وهي محروقة وما بقتش تسوي في سوق الحريم حاجة، جاية عشان تشوفي اللي حصل لي ده هتعملي فيه إيه وإزاي هتوقفي قدام عبد الحكيم، صح ولا لا؟ لا لا لا. ماما يلا نمشي. ايوه يا ريتال، خد امك وامشي، امشوا. استني اسمعي اللي هقول لك عليه دي، اسمعيه وفكري فيه. انت دلوقتي شايله في بطنك الواد اللي هيجش كل حاجه، سيبك من خواتك وسيبك من كلام امك ومن كل كلام الحريم، خلي بالك من روحك ومن اللي في بطنك، وخدي حسن واخرجي من البيت الكبير، اطلعي من البيت الكبير يا ريتال، اطلعي. سلامتك يا فوزي. عجبك اللي عملته؟ هتقل مني وقدام مين؟ قدام كريمة؟ جبرية. آخر مرة شفت فيها دلال ميتة. ايه الكلام الماسخ ده؟ وهي مين دي عشان احطها في بالي ولا افتكر شفتها ميتة ولا مشيت ميتة يعني؟ يوم عبد الله اخويا رجع من على السلم كنت فين؟ انت اتدبيت ولا ايه؟ ولا هتعوم على عم؟ ردي. عاوزني اقول لك ايه؟ صح، ما انت كنت مع المحروسة وبنتها، هي كانت عجلك وانت دخلت البت البيت وخليتها تشيل من الواد عشان تاخد اللي وراك واللي قدامك. كلميني زي ما بكلمك. اقول لك ايه؟ عاوزني اقول لك ان السبب في موت عبد الله
عشان ترتاح وتقعد جار السنيورة اللي اتجوزتها. ماشي يا عبد الحكيم، أنا السبب وحسكت وححط في حنكي جالوس طين، ولو قلت كلمة واحدة المشنقة مستنياني. بس هقول لك على حاجة، لو اتجوزت مرة والله عشرة ولا يهمني، أنا الأصيلة بنت الأصول بنت الناس، الضرور الباقي على دخلتها العيلة يا كبير يا كبير قوي. بكلام كريمة صح، مدام قلبت الميزان كده يبقى كلامها صح. هو ايه اللي صح؟ انت اتدبيت، كلامك ماسخ وعفش. والله ما انا قاعده لك يا عبد الحكيم. ريتال تعال هنا. نعم يا عم. صحيح انك سمعت جبرية وهي بتقول انها زقت عبد الله من على السلم؟ سمعت بودانك؟ انطقي. حصل يا عمي. كدب في اصل وشك. وقالت لزينب كمان. هي حصلت يا بنت كريمة؟ اوعي تمدي ايدك، انت هتمدي ايدك عليا تاني؟ هي السبب في موت اخوك يا عمي. انا سمعتها بتقول كده بعظمة لسانها. عملتي ايه تاني يا جبرية؟ ولا حاجة، ما صدقهاش. كدابة كدابة، ما عملتش حاجة. مش كدابة، أنا عارفك وعارف عمايلك السويدة وشك بيبقى عامل ازاي لما تكذبي وتعملي عملة سودة. انت ناسي اللي بيني وبينهم؟ دول عايزين يخربوا البيت على اللي فيه. ده اللي انت كنت عايزاه، تبعدي بيني وبين اخوي عشان لما يقع ما يلاقيش حد يسنده. لا. رسالة يلا. حاضر يا عمي. جبرية! يا اهلا وسهلا يا استاذ حسن. يا اهلا بيك. ايه مش كنت تبلغني ان انت جاي احسن؟ تفرق؟ اه طبعا، على الاقل كنت فضل لك نفسي. المسائل مش مستاهله. طيب اتفضل. لا طبعا مستاهله، وانا لو ما كنتش افضي نفسي ليك اما لافضي نفسي لمين؟ بس انت حظك حلو النهارده انا ما عنديش محكمه. طب الحمد لله، انا كنت قلقان قوي ان ازعجك. لا طبعا تحت امرك، امرني. طب مش هتشربني حاجه ولا ايه؟ اه طبعا قوي قوي. ايه يا رنا؟ امال فين عم محمد؟ لا نزلته يجيب حاجه، لو في حاجه انا موجوده. لا طبعا ما ينفعش. طب خليه لما يجي يعدي عليا، او اقول لك هاتي قهوه. قهوتك ايه؟ خليها شاي تجيل بالنعناع احسن. حاضر. من الواضح كده انك واخد موقف مني من قبل حتى ما نتكلم. شوف يا استاذ حسن، انت لو جاي تتكلم بخصوص القضيه اللي بين والدك وشهد، فللأسف أنا مش هقدر أقدم لك أي حاجة ولا أعمل حاجة في الموضوع ده، لأن المسؤولة مسؤولية كاملة عن الموضوع ده هو شاهده بس. أنا كان عليا أنا بساعده بس. أنا عايز أنهي المسائل ودي. يا ريت. عايزك تكلمها. هو والدك اللي قالك الكلام ده؟ الصراحة لا. طيب يبقى كده كلامنا ملوش أي لازمة. أنا اللي أعرفه إن والدك هو اللي في إيده كل حاجة. عايز إيه؟ في إيه يا شاهد؟ عايز ايه؟ جاي ليه؟ كان بيقولك ايه يا عزت؟ ايه يا شهد في ايه؟ ايه خايفين؟
بطنكوا قلبت لما عرفتوا ان انتوا هتقفوا في المحكمة، صح؟ كنتوا فاكريني مش هعمل كده. شهد بعد اذنك اهدي. لا مش ههدى، واتفضل بقى اطلع بره. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ المكتب هنا مكتب انا، وانا اللي حدد مين اللي يقعد ومين اللي يمشي. مش معنى ان في بيني وبينك معزة او صداقة ده يديك الحق ان انت تتصرفي بالشكل ده. انا اسفة جدا. انا اسف على اللي حصل. انا اللي اسف جدا يا استاذ حسن، وعايز اقول لك المكتب ده مكتبك وتشرف في اي وقت. المكتب ده محترم ولازم اللي فيه يحترموا العملاء اللي فيه. طيب انا زي ما انت عارف كنت جاي عشان القضيه، طالما الموضوع بقى مش في يدك يبقى استاذن. اتفضل. عن اذنك. شرفت يا استاذ حسن. وبعدين معاها دي كمان. انت غلطان. عارف ليه؟ لا طبعا مش غلطان. انت عاجبك اللي هي عملته ده؟ اتصرفت بشكل مستفز. انت اللي طريقتك وعصبيتك دي بتأكد ان انت لسه بتفكر فيها. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ زي ما بقولك كده، انت كمان استغلتها فرصة عشان تثبت لها ان هي ولا حاجة، وكمان عشان توريها ان انت بقيت استاذ عزة المحامي المشهور اللي بقى مكتبه ليه مكانة مهمة. يعني ببساطة انك حققت الحلم اللي هي مش عارفة تحققه. مش صح. لا صح. والله ما صح. وانا اقولك بقى ليه مش صح. انا اي حد كان هيعمل اللي عملته شهد ده كنت هتصرف معاه نفس التصرف. وبعدين يعني مش شهد اللي انا هفضل اتشقلب لها واثبت لها ان انا احسن وافضل وصاحب المكتب والكلام ده. بجد؟ والله بجد. وبعدين انا عايز اقولك على حاجة مهمة. انا كنت عايز ابين لشهد ان اللي بيني وبينها خلاص انتهى، وكنت عايز افهمها كمان ان انا مش هقبل اي تجاوز من اي حد. امال تقبل التجاوز من مين يعني؟ منك انت طبعا. انا يا عزة بتعمل معايا كده وقدام السنكوحة دي؟ هي دي اخرتها خلاص؟ عايز ايه؟ عايزك اطلع بره. انا جاي من البلد عشان اتكلم معاكي. روح اتكلم مع حد تاني او حوش كلامك لما نبقى نتقابل في المحكمه دي. خلاص الجلسه قربت. ما انا جاي لك عشان الحكايه دي، وانا مش عايزه اتكلم مع حد. طب يا ست انا والد عمك وجاي من سفر وعايز اقعد معاكي. انا ماليش عم. ماليش عمام ولا خلان ولا قرايب، وحكاية البلد دي انساها خالص. أنا لا بحب البلد ولا عايز أنزل البلد ولا أعرف حد فيها. يا شهد أنا عارف إن إيه؟ أعصابي تعبانة؟ حسن امشي اطلع بره دلوقتي، إلا وديني أروح القسم وأروح أعمل فيك محضر وأقول إن أنت حاولت تتهجم عليا. للدرجة دي؟ وأكتر كمان. وخلي بالك موضوع القضية أنا مش هتنازل عنه لحظة واحدة. ده انا عايزه الدنيا كلها تعرف ايه اللي بيني وبين عمي. ده انا عايزه الموضوع يبقى اكبر من كده، من شويه جلسات وخلاف ما بين اتنين في المحكمه. لا ده انا عايزه فضايح. ايه رايك بقى؟ كانت ناقصاك هي كمان. ايه اللي نزلك من البيت؟ كنت بدور عليك، سألت وعرفت انك بتحب تقعد هنا. سألت مين؟ واحد من العمال اللي شغالين في الارض. انت مش خايفه العمده يجاب لك؟ لا مش خايفه، وخرجت ومشيت وكنت عارفه ومتاكده انه ما يعرفش يعمل اي حاجه. عارف ليه يا مروان؟ عشان انت موجود. ايه مش هتقولي اقعدي ولا عندكم هنا كمان ممنوع؟ اقعد. حظها حلو فريدة دي برضو، شاطرة. حلو الواحد يبقى عارف هو عايز ايه. ذكية قوي. تعرف ان هي عزمتنا قبل كده عندها في البيت انا واخواتي، وقعدت ترغي كتير قوي، بس ما فهمت السبب العزومة غير من قريب.
عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقولك يا مروان اني عرفت حاجة اهم بكتير قوي من اللي احنا بنتخانق عليه ده. ايه هي؟ احنا مالنا؟ احنا اهم بكتير من الارض ومن الفلوس. احنا اهم من الحيطان والطوب. الارض دي ما اتنفضتش كده من مكانها يا مروان، وجات عشان الحيطان والطوب دول ما اتحركوش وجم ياخدوني من بيت العمدة. الفلوس دي ما خرجتش من البنوك يا مروان وطلعت بره المحافظ وجت وقفت قدام العمدة وقالت له يا بنت عمي روحك. زينب، انت عارفة اني كنت هموته، وانت عارف ان انا لحد دلوقتي مش مصدقه انك عملت كده. ليه؟ سيبك بقى من ليه دلوقتي وخليني في اللي انا جايه عشانه. اللي هو ايه يا زينب؟ احنا مش هينفع نقف قصاد بعض يا مروان. مش هينفع ابوك يقف قصاد اختي في محكمه ويبقى ما بينهم قاضي. انا مش هكدب عليك يعني واقول لك انه خلاص ان انا نسيت كل اللي حصل وان مش عايزه حقي ولا حق اخواتي، بس في نفس الوقت احنا مش هينفع نعمل كده. مش هينفع نفضل بعيد عن بعض يا مروان. لو فكرنا فيها كويس هنلاقي ان خسارتنا هتبقى اكبر بكتير قوي من مكسبنا. هو ده اللي كنت بفكر فيه. سؤال واحد وعايزه منك اجابه. قولي يا زينب. مروان انت بتحب فريده؟ طبعا بحب فريده. هو في حد ما يحبش ام ولده؟ ولا ايه يا سي مروان؟ معلش يا بنت عم جوزي، قولي لي يهمك في ايه؟ ان كان بيحبني ولا لا؟ اصل انا بحب اسمع قصص الحب دي قوي. ده انا حتى كنت لسه بسال مروان هي القصه دي ابتدت ازاي؟ وملهاش نهايه يا حبيبه امك. بعد اذنك. عن اذننا ده ايه؟ استني وصلك معايا في سكتي. شفتها مشيت وراها، كان قلبي حاسس انها جايه لك. كنت عارفه انك ما هتصدق تقعد تتحدد معاها. انت غلطانه. لا مش غلطانه. خد بالك يا مروان، فريده ومن بعد الطوفان. انا لازم اعرف مش ولدي. بصي بقى، احنا ممكن نخلص من الموضوع ده في ثانيه واحده. احنا نتصل بالراجل ونقول له ان ندى وقعت من على السلم وحصل لها اجهاض، وشهر والتاني هتحمل بحق وحقيقي، وبكده تكوني ريحتي لي دماغي من الموضوع ده. يعني يا حبيبتي لو فضلت تزني كده كتير انت اللي خسرانه، والواد هيتولد من غير اب، وانت يا ماما اللي هتشيلي شلتك. وريني بقى مين اللي هيقف جنبك. انا مش قصدي، انا عايزه بس اتاكد ان انا ممكن اشوف الواد في اي وقت. طبعا ممكن تشوفيه في اي وقت وكمان تقعدي معاه. وبعدين يعني انا هكلم لك البت ندى، ان هتكلم عبد الحكيم انك تقعدي معاهم بحجه يعني انك تربي الواد وياه. ماشي. على فين رايحه؟ لندى كانت عايزاني. ماشي بس خليها تكلمني. ازيك؟ عاملة ايه؟ شايفاك زي الفل اهو. يعني لا بتتصلي ولا بتسألي؟ قلت اما اجي انا اسأل بنفسي. اصل انا يا بنت سمعت شوية تراتيش كلام كده من الناس اللي بتشتغل عند عبد الحكيم، قلت اما اجي اتأكد بنفسي. يعني مش شايفة لك بطن ولا حبل ولا حاجة، ولا انت من النسوان اللي بطنهم بتبان لما بيولدوا؟ عايزة ايه يا ست كريمة؟ عايزة سلامتك. اصل يعني سمعت طراطيش كلام كده، وانا ما احبش دماغي تودي وتجيب، احب اجيب الحكايه من جذورها من اساسها. وسمعتي ايه بقى ان شاء الله؟ بالراحه بس وخدي نفسك. سمعت يا بت ان انتي ناويه تاخدي الواد اللي هتخلفه مفيده وتلبسيه لعبد الحكيم، تلبسيه له الطشت. انت في حد معاكي؟ معايا ربنا يا اختي. Thank you.
مفيده لسه بجيب في سيرتك. تعالي. ازيك يا بت؟ بخير الحمد لله. وزي اللي في بطنك كده؟ بخير. طب الحمد لله. بقول لك ايه، عايزاكي تتغذي كويس قوي عشان الواد يطلع طول بعرض ومربره زي جده مش زي ابوه. اسود ده حسن، انا مش عارفه ايه المصاير اللي بتترمى عليا النهارده دي. خش جوه. خش. ما دخلقش، انا عايزاه يعرف الحقيقه. بقولك انا مش ناقصه عليا ايه. خش جوه. وانت كمان حطي لك فوطه ولا مخده ولا اي حاجه بطنك تطلع فيه. انت بتقولي ايه؟ بعدين افهمك. خش بس. حسن تعالى يا حسن. خش خش. مرات عمي. خش خش يا حبيبي. خش يا جوز بنتي. انت عايز ايه حسن؟ في ايه؟ بتزعقل ايه؟ الراجل جاي يطمن عليكي. اللي جابك هنا مرات عمي؟ جيت يا اخويا اشوف المصيبه اللي ابوك عملها دي. بقولك ايه؟ كلام كتير ولبت وعجن. انا مش عايزه، انا استقبلتك هنا بس عشان خاطر عبد الحكيم وعشان خاطر ابنه اللي في بطني. بتقولي ايه؟ ابن اخوك. لو انت ما كنتش تعرف ولا ايه؟ ايه الجنان ده؟ جنان ايه؟ ده عين العقل. عقل ايه بنت الكلب انت؟ الكلام ده حقيقي؟ اعمل اللي انت عايزه. حبل المشنقه يا حبيبي هو اللي هيمرجحك يمين وشمال. بس يا حسن عشان خاطري. سيبها يا حسن عشان خاطري. سيبها يا ابني. هتعمل عقلك وعقل البتاعه دي؟ دي؟ ومالها دي بقى ان شاء الله؟ بيت اتلم. انا سكتلك من الصبح. وهيشاع عنك. وان ما سكتش هتعملي ايه يعني؟ هوريكي يا حبيبتي اللي عمرك ما شفتيه. وغير كده وكده هخلي عبد الحكيم يطلقك. انت طلق لسانك في حلق بقك. يطلق مين يا روحي؟ انا امه الواد اخر العنود اللي هيرجع له شبابه 20 سنه لورا. يلا بره انت وهو. بعد يا مرات عمي. انا هقتلك يا بنت الكلب. ابعد عني. هقتلك بقول لك. ابعد عني. هقتلك. حسن يا جدع بس. وفي ده منزلش. بقولك اطلع بره. انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. لا اتجلتش يا بت. يلا يا حسن. يلا يا ابني. يلا تعالى. يلا يا حسن. يلا قدامي. يلا عشان خاطري. يلا يا ابني. يلا يلا يا بابا. يلا 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 يا حسن. يلا يا حسن. انزل انزل. ده بت قلت الادب. ايه ده؟ في ده لسه حامل. هي مين اللي حامل؟ الواد لسه منزلش. الله، ما تفهمني يا ابني مين اللي حامل والواد لسه منزلش. سيبيني. سيبيني ايه؟ تعالى هنا. رايح فين؟ انزل انزل قدامي. البت دي بيكحة تعمل لك مشكلة وتجيب لك مصيبة. احنا مالناش في الكلام الفارغ ده. واقول لك ايه؟ انا نازلة البلد. يلا تعالى معايا. احنا مش نازل، انا قاعد هنا شوية. تعالى معايا، انا نازلة البلد. وصلني حتى على الأقل. اركب هعصرك للقطر. يلا قدامي قدامي. عيل ايه بقى اللي انت بتتكلم عنه ده؟ ايه مالك؟ تعبانة ولا ايه؟ شوية. تحب نروح لدكتور؟ لا انا تعبانه عشان شايفه ابويا كده مش مبسوط. طب ما تروحي تطمني عليه، خليكي جنبه. وبعدين تلاقي موضوع عمتك ده هو اللي مضايقه. لا. هو ايه ده اللي لا؟ ابويا شايل هم كبير وجه موضوع عمتي يكمل عليه. بس ايه؟ بصي يا بنت الناس، انا بصراحه مش عاجبني سكوتك كده. عايزك تبقي في الصوره، قربي منه. حاسسينك بنته اللي خايفه عليه. اسمعي كلامي.
طب بقول لك ايه، انا عايز اسالك سؤال بس تجاوب عليه من غير لف ولا دوران. وانا من امتى بلف وادور عليك يا شمس؟ لو عندك مال وخلفت بنت هتديها حقها ولا لا؟ واكتر كمان، هديها حقها في المال اللي ربنا كتبه لها، بس هحبها اكتر من اي حد، اكتر منك انت شخصيا. رايحه فين؟ هتدلل ابوي. لو ما كنتيش جيتي انا كان هجيلك لحد البيت. ياه للدرجه دي؟ ايوه. خير؟ عايزاكي. ما هو ده اللي انا مستغرباه، هتعوزيني في ايه؟ زينب مالها؟ عينها من مروان. وانت جايباني هنا عشان تقولي لك ده؟ ايوه. طب وانا مالي؟ انا طليقته، انت اللي مرته واللي حبله منه. ايه قلقانه؟ عيني تفلق الحجر زي ما بيقولوا. ما تخافيش، انا ما بعرفش احسن. انا مش خايفه منك، انا خايفه من زينب. لا ما تخافيش. لا اخاف. زينب ما تجيش فيكي حاجه يا فريده. يبقى مش عارفه حاجه. زينب كانت مع مروان، كانت معاه النهارده، كانت بتقول له انت بتحبي فريدة ولا لا؟ عايزة يسيبني، عايزة عقله وروحه تروح لها. انت متأكدة؟ أيوة. لا مستحيل. ليه مستحيل؟ وانت جايباني هنا ليه؟ اوعي تقولي انك عايزة نرجع لمروان وان انا اولى بيه من زينب. الحكاية كده تبقى مش مفهومة. انا جايباكي هنا عشان تعرفي ان اللي خرب عليكي مش انا يا نادية. أنا طول الوقت خايفة تكوني فاكرة إن أنا السبب في طلاقك من مروان. زينب، زينب هي اللي دخلت عليه ولفت عقله وخلته يحس إن نادية خلاص ما تنفعش وإنه كان لازم يتجوز واحدة تانية. كان يتجوزها هي مش يتجوزك أنت. ما هي مش هتغلبني. خلاص يبقى خايفة منها ليه؟ عشان أنا كنت لغز لمروان وعايز يعرف آخره، إنما دلوقت خلاص بقيت مرته، ما عادش فيها حاجة مستخبية. وزينب هي اللي عليها الدور مش كده؟ زينب تتكلم حلو، تدخل عقله اللي محدش قادر يدخله، عمالة تدحلي بشوية بشوية. وانت هتسيبيها؟ لا مش هسيبها. خلاص خلصت الليلة. وانت؟ أنا ايه؟ أنا مالي؟ الليلة دلوقت بينك وبين مروان. طب لو قلت لك عايزاكي معاي؟ أنا عارفة إن كريمة تبقى عمتك وهم ولاد عمتك، وعارفة إني خلاص ما عادش ليكي مكان عند مروان، بس كمان عمتك ما خفتش عليكي، ووقت الجد بنتها تبقى برقبتك، وأنا أولى بلحم جوزي، عايزاكي معاي. زينب دلوقت شايفة مروان أسد. سبع الرجل الأسد اللي وقف قدام كل الناس وقال إلا بنات عمي بقي فارس الفرسان بالنسبة لها. عشان تبقي عارفة، زينب من أول ما خطت البلد هنا كان عشان مروان، وأنا لما جبتها بيتي كنت عشان أبعدها عنه. يعني زينب، زينب هي السبب في إنك برا بيت عبد الحكيم يا نادية. إيه ده؟ مش كنت تقول انك انت قاعد هنا عشان اجي اقعد معاك؟ مش عايز اسمع كلام حد. ولا انا. انت فاكر ان انت بس وحدك اللي دماغك مقلوبه والدنيا بايظه عندك؟ انا اسخم منك. بقول لك ايه وحياة ابوك؟ انا قعدت ادور على حد عشان اتكلم معاه ما لقيتش غيرك. قول صدقني. هسألك سؤال وعاوزك تجاوبني عليه بصراحه. وانا كنت كدبت عليك قبل كده؟ أنا ليه ماسك على الفلوس ومش عايز أدلعي على الحاجة؟ وأنا فعلاً خايف من أمهم لا تاخد منهم كل حاجة، ولا أنا اللي مش عاوز وبدور على أي سبب؟ تقصد إيه؟ أنا وأنت وحشين قوي يا عبد الحكيم. لا يا إسحاق. عبد الله كمان الله يرحمه.
سببه اللي كان بيحبه أكتر واحد في الدنيا وراح يتجوز كريمة. سنين ما فكرش حتى يجي لأبويا ويحب على يده ورجله علشان أبويا يسامحه. لا، أبويا خيره يسيب اللي عايزها وبيريدها ويقعد معاه يبعد عني لو ملوش حاجة. عبد الله يرحمه بعد قوي سنين مفيش بينا غير تلفون كل فين وفين. أنا زرته ولا هو كان بيحاول. واحنا بنعمل زيه نفس الغلطة، اللي احنا عاوزينه هو الصح، ومش مهم بعد كده رأي أي حد تاني. ما تيجي نبتدي من الأول؟ ما عادش ينفع. ليه؟ اسأل ولادك وهم يقولوا لك. فهمني. عشان نبتدي من الأول لازم الزمن يرجع من الأول تاني، لازم كل حاجة حصلت تطلع من دماغهم. انت فكرك بشارة كان جاي ليه؟ كان جاي ياخد اللي هو عايزه، مش هتشوفه تاني. لحد شوية كنت بقول العيال هي اللي وحشة، هي اللي جامدة، هي اللي مش فاهمة أي حاجة. الهم اللي عندي بقى كبير كبير قوي، حتى لو كل واحد خد اللي هو عايزه اللي جواه مش هيتشال مش هيتنسي. بتبكي يا عبد الحكيم؟ أول مرة أشوف دموعك تنزل بالشكل ده. يا سحاج ما تسألنيش، ما تسألنيش عن حاجة، فاهم؟ عشان نبتدي من الأول لازم الزمن يرجع من الأول تاني، لازم كل حاجة حصلت تطلع من دماغهم. انت فكرك بشارة كان جاي ليه؟ كان جاي ياخد اللي هو عايزه، مش هتشوفه تاني. لحد شوية كنت بقول العيال هي اللي وحشة، هي اللي جامدة، هي اللي مش فاهمة أي حاجة. الهم اللي عندي بقى كبير كبير قوي، حتى لو كل واحد خد اللي هو عايزه اللي جواه مش هيتشال مش هيتنسي. بتبكي يا عبد الحكيم؟ أول مرة أشوف دموعك تنزل بالشكل ده. يا سحاج ما تسألنيش، ما تسألنيش عن حاجة، فاهم؟ قاعدة في الأوضة من بدري، قلت أجي أطمن عليكي. روحي نامي. أنت زينة؟ أيوه زينة. أنت كنت طالعة ولا إيه؟ مالكي صالح دلوقتي، عايزة إيه؟ عايزة أطمن عليكي مش أكتر. قلت لك زينة. على فين يما؟ سامحني يا ابوي، سامحني.
هيسامحك على ايه ولا ايه بس يا جبريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ انتي؟ انا بكرهك. وانا يعني اللي بحبك من القلب للقلب يا جبرية. كان نفسي اكون واقفة على قبرك انت دلوقتي. مش هتلحقي، لان ان شاء الله ربنا هيقصف عمرك وانا اللي هدفنك بايديا واقفل عليك التربه عشان ما تخرجيش. الزمان بيننا، هنشوف مين اللي هيوصل مين. انتي خلاص بناتي في البيت، وجوزك جابلك مره واتجوز عليكي، والمره حبله شايله الواد اللي هياكل ويقش ويورث. وخلي بالك يا جبريه، دي رقاصه هتلعبك بالسجاد. وماله؟ بس انت ما تعرفيش جبريه ممكن تعمل ايه. خلاص ما بقالكيش، عشان كده جايه هني تتكلمي مع الميتين عشان الصحيين فاتوكي. وانت حبيبتي جايه ليه؟ انا جايه للي راح اقول له اطمن ونام. خلاص حجك وطارك جربوا بالك يا كريمه. موتك انت هي اللي جربت، وبعون الله انا حدفنك هني ولا حدش يعرف طريقك. ولما يسألوا فين كريمة أقول لهم سبحان الله، اشتاقت لزيارة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ورحت له مع أخوها. عليه أفضل الصلاة والسلام. ولا يا جبرية، ما حد عارف مين اللي هياخد روحه. مين؟ مفيدة. عايز افهم الموضوع. طب طب تعالى تعالى نتكلم فوق. ماشي. الواد ما نزلش. لا ما نزلش، عايش وهيعيش وهيجي للدنيا وهيكبر جدا معانا. طب ليه قلت ان هو؟ وانت يهمك ايه ولا في دماغك ايه؟ عايزنا نقول انه لسه عايش عشان تقتله بيدك؟ اقتله؟ ايوه تقتله.
مش هو ده اللي كنت هتعمله؟ مش رميتني وسبتني؟ لولا ربنا وقف جاري كان زمان انا وهو جتة مرمية في الرشاح، وكان زمان الناس بتقول خدت عارها وماتت بيه. طب انا وماليش سعر عندك، ولا عند ابوك ولا امك ولا حتى اخوك الكبير. طب انا وعفشي وكل اللي كان في بالي ندخل عيله وابقى ست ليها بيت ومال وعيله كبيره اتحمى فيها. انت يلي عندك العيله والمال والجاه عملت ايه؟ ما صعبش عليك ولدك؟ ما صعبش عليك تقتله؟ عشان ايه؟ عشان ابوك كبير البلد لو عرف ان ولدك مني هتبقى جرثه وفضيحه. طب لو عملت ده مع واحده من عيلي وليها اسمها كان عمل ايه؟ كان جوزك ليها، كان عمل اللي ما يعمل عشان ما يفضحهاش ولا يفضحك. انما انا غلبانه ماليش سعر، موجوده زي مش موجوده. مش هو ده؟ اتحرك. وبكلمه كل ليله. بتقولي له ايه؟ بقول له عنك يا حسن وبحكي له. فوزيه حبيبتي، انا مش مصدق اللي حصل. انا كنت عايز اجيلك من اول لحظه بس قلبي ما كانش مطوعني. هملني اطلع بره. لا يا فوزيه، مش همشي، مش همشي يا حبيبتي. انت فاكراني ايه ولا ايه اللي جه في بالك؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرك. انت حبيبتي يا فوزيه، انا بحبك. بقول لك هملني، مش عايز اعيش معك. ليه بس؟ انا عملت ايه؟ من غير ما تهمل خلاص. أنا لما جيت عايز أعيش معاك ولا مع غيرك. بس أنا يا فوزية مش هسيبك. لكن أنا باجي هسيبك. وحياة أمك بقى بعد كل اللي أنا عملته ده تقولي لي أنا مش عايزاك ومش اطلع بره؟ أنا مش همشي غير لما آخد اللي أنا عايزه. أيوة كده. اظهر. بان على حقيقتك العفشة. حقيقتي؟ حقيقتي أنا ولا حقيقتك أنتِ؟ إياكي تكوني فاكرة إن أنا اتجوزتك عشان سواد عيونك ولا جمالك. ده انت قطر الجواز عدى عليكي وفات ولا حد بص في وشك. قمت جيت انا اتجوزتك وعملتلك سعر، يبقى من حق اقبض الثمن ولا ايه؟ اطلع بره بره. فوزيه يا حبيبتي، انا مش قادر اعيش من غيرك مهما حصل. بجد انا بحبك. مروان اقنعها، قول لها ان انا ما اقدرش اعيش من غيرها، قول لها ان انا هعيش معاها طول عمر. لا يا مروان، ده كذاب. ابويا عايزك. هو فين؟ في المكتب. طيب انا هروح اشوف ابو الحاج عايز مني ايه وارجع لك يا روح قلبي. خلي بالك منها. مروان خليه يطلقني، أنا ما عايزاش أعيش معاك، خليه يطلقني. ما تخافيشي، ما تخافيش يا عمتي. أنت سايباني نايم لحد دلوقتي يا شمس؟ واه وراك ايه يعني؟ وراي ايه؟ وراي شغل. ما خلاص، أنا قلت للحاج إنك تعبان. أنا تعبان؟ مين قال لي أنا تعبان؟ أنت بتقولي أي كلام وخلاص؟ لو سمحتي يا شمس بعد كده ما تصرفيش من دماغك. بقول لك إيه عايزاك؟ عايزة إيه؟
عايزاك تروح لمروان وتتكلم معاه. تتكلم معاه في ايه؟ تقول له انك عايز فلوس. انا عايز فلوس؟ مين قال انا عايز فلوس؟ انت عايزه تلبسيني مع مروان وخلاص؟ هو انت لازم تقعد مع مروان وتتكلم معاه وتقول له انك هتبقى اب. بجد والنبي؟ لا هو مروان مش واخد باله ان انت حامل بقالك قد ايه؟ انا محتاجه فلوس عشان نربطها وديعه للواد. وديعتي وديعتي انت بتقولي اي كلام على فكره؟ اصلا يعني عمال افكر انه لو لا قدر الله. لا قدر الله ابوكي مات صح؟ بعد الشر يعني بعد عمر طويل. بعد الشر اه، بس انت قاعده بقى بتفكري ان ابوكي ما يموت ان شاء الله؟ اخواتك هيكوشوا على كل حاجه، فقاعده فاضيه بقى، عماله تفكري في اي طريقه تقلمي بيها قرشين، على قفايا انا. ربنا يهديك يا حبيبتي، سلام. سلام. اخك ظلم قوي. ولا مليم يا بنت عبد الحكيم. ولا مليم. تعالي بقى يلا ندخل لفوزية. بقول لك ايه يا زينب؟ أنا ما بحبش اللف والدوران. وأنت من إمتى يهمك فوزية ولا غيرها؟ تعالي لي ظهرك ده وقولي لي. مروان في بالك من إمتى؟ من زمان قوي. هي اللي في بالي. بعد كل اللي عملتيه ودلوقتي جاي تسألي زينب تبقى بنت عمي، ولد العم ياخد بنت عمه، وده سلونا وانت عارفاه. ايوه ايوه يا نادية، انا هتجوز زينب. كده ليه؟ بكلم حسن من امبارح ما بيردش عليا. ما تقلقيش، الغايب حجته معاه. شكلك عملت وقعت من على السلم. عملت ايه يا بنت كريم؟ بنتي مموت. عملت ايه انت عايزه توديني الداهية؟ بنتي يا اما بنتي حقيني. ايه يا بنتي؟ ايه يا ضنايا؟ انا هموت يا اما. لا شمس عاملة ايه؟ تعبانة سقطت. ايه؟ اه كريمة وبتها اللي سقطوا بيتك يا اخويا. عشان تصدقني عاد عايزين يهدوا البيت علينا، يقتلونا واحد ورا التاني. والله ما هسيبك يا كريمة. انت شفته يا فتحي؟ شفته ولدنا؟ انا كنت اشوفه دقيقة واحدة بس. لا شمس يا حبيبتي، مش عايزك تعملي في نفسك كده. ان شاء الله ربنا هيعوضنا خير. شمس ابويا 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 انت حبيبتي. عايزة ولدي ابويا. يا ولدي بس يا بنتي بس. ايه اللي جابك يا ولية انت؟ هي فين؟ هي فين يا بنت انطقي؟ في ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه على الصبح؟ أهلاً وسهلاً.
اهلا بيكي يا اختي. لا تكوني فاكره ان امك هتحوشك عني، ده انا هاخد روحك النهارده. انت كلمتي جبريه ولا ايه؟ جنة لما ينططك. طب اطلعي بره بقى، بلاش اللي تأدب. مش قبل ما اخد روحك. روح مين وهي نازلي ايدك؟ روح مين؟ هي فرخه عشان تاخدي روحها؟ بنتي قتلت بنتي. واحده واحده يا جبريه، والبادي اظلم. يعني ايه؟ يعني اللي مات مش اغلى من اللي مات وقابله. انا لسه لغايه دلوقتي يا جبريه ما خدتش حاسة عبد السلام اخويا ولا عبد الله جوزي، وانا مش همشي غير اما اخد روحها. انت جرالك حاجه في مخك. بس اقول لك ايه، انت زي امها كبريه ومن حقك تربيها زي ما انت عايزه، بس هتقولي ايه لحسن لما تموتي ابنه اللي في بطنها؟ حسن مش هينسى، مش هينسى. طول ما هو شايفك قدامه هيبقى شايف امه اللي قتلت ابنه. يا فاجره، الفجر اتعلمته منك يا جبريه، ولا انت نسيتي؟ يبقى عمرك انت يا كريمه. عمري؟ عمري خلاص راح. عارفه ليه؟ عشان بناتي هم اللي بيجيبوا لي حقي. وحسن لسه صغير وهيتجوز ست ستها ويملى الدنيا عيال وهينسى، وبتك مشغله من بنتي. وانا اتدبيت خلاص لما شفت بنتي ولدها بيروح منها قدام عيني، وبتك هي اللي قتلته وانا مش هنسى. تختك يا لهوي، ايه اللي روح يا رجال يا بنت يا زينة يا نادية يا في ايه؟ بيت عبد السلام مولع، وبيقولوا ست كريمه وروتال ونادي جوه. بتقول ايه؟ هي مفيش غيرها. انا عارفه، انا بقول لك اهو، لو امي ولا اختي حصل لهم حاجه مفيش غير مراتك، هتبقى هي اللي قتلت امي وهي اللي قتلت ابويا. خبر ايه يا رجاله؟ في ايه؟ هما فين؟ مروان كان هنا وخدهم على داره، قصدي داره فين؟ نزل يدك. مش هنزل يدي يا عبد الحكيم، هقتلك يا عبد الحكيم. تاخد مني كل حاجه وتاخد مرض الجمال. مش مرضك، بقول لك مرضي. انت طلقتها خلاص. طلقتها بس انا العمده يا عبد الحكيم. عمده؟ ايوه العمده. عمده ده لما كنت في بيت العمده، بيت العموديه، ها؟ انما دلوك انت على البلاطه خلاص، انت كنت واخد قوتك مني من صحبيتك ليا. طب ايه رايك انا هقول للناس كلها في البلد؟ هقول لهم انت اللي قتلت عبد السلام. قول. واسحاق يشهد على البيت. قول. لازم اخد مرض يا عم حكيم. قول. حتدم في ملطه ولا حد حيصدق كلمه واحده من اللي انت قلتها. ها؟ يا عثمان يلا يا بيه. تعال يا بنت. تعال يا زينب. يلا. امسك وشك الغفر. امسك عبد الحكيم، انا العبد عبد الحكيم. ايوه انت اللي قتلت عبد السلام، قتلته قدامي وقدام اسحاق، قتل ناس، قتل عبد السلام قدامي، خدت منه كل حاجه، وخدت زينب، زينب اللي كنت على الجواز. ايوه بس على الجوازه برضه، ولازم تيجي الفرح يا عبد الحكيم.
ديك الفرح يا عم حكيم، وخلي كريمة تجيب بناتها وتيجي الفرح. أنا العمدة يا ناس، أنا العمدة يا ناس، والله بيضحك عليكم، أنا العمدة وأنا اللي هتجوز. أنا رايح أذبح دلوقتي، هروح أذبح عيش عشان بروحي على زينب، بروحي على زينب. تعالوا اذبحوا معايا، تعالوا. أنا العمدة يا عم حكيم، أنا العمدة يا عبد الحكيم. شفت يا مروان امك بتعمل فيا ايه؟ ولعت لي البيت، يعني عايزه تموتني قدام عينك وقدام كل البلد، ومحدش وقف لها ولا قال لها تلت التلاته كام. احكم يا ابني بينا، خليني انا كريمه الوحشه اللي جايه توقع الاهل في بعضها، وخلي جبريه هي الملاك اللي نازل من السما. زي ولدك ولا ايه؟ طبعا حبيبي زي ابني. لو الكلام ده مش من جواك ايه؟ بس ما تكملش يا مروان، ده انت من دم الغالي، عمك عبد الله الله يرحمه، واخويا حسن نفس الغلاوه يا حبيبي. يعني انا لو فيهم كده تعبت وكان جوا قلبي كلمتين وعايز اقولهم، اروح لمين؟ طبعا هروح ليكي يا عمتي، هروح لبنات عمي. انا ماليش غيركم عمتي، ربنا يديك طولة العمر انت وابويا، ده انتوا اللي فاضلين في العيله دي. يعني لو حصل لكم حاجه بنات عمي هيروحوا فين؟ أمك قتلت عمك يا مروان. لا ده وهم يا عمتي، وهم. وأبوك لما ضرب أخويا بالنار قدام عيني برضو كان وهم، وأمك لما ولعت بيتي وكانت عايزة تموتني برضو وهم يا مروان. ما كانش قصده، وما كانش قصده. اسمع يا مروان، أنت عندي يا حبيبي غير أمك وأبوك، ومن جواك عارف ومتأكد إن أنا ليا حق في كل اللي أنا بعمله. أنت ماشي مع أبوك خطوة بخطوة، وعارف في البيع وفي الشراء، وعارف عمك ليه في رقبتكوا قد إيه وكام. أنت كبير قوي عندي يا مروان، عارف ليه؟ عشان كان عندك استعداد تهد الدنيا وتقلب البلد عليها وضيع، ومحدش يلمس طرف جلابيط أبوك، وكان عقلك هيشت لما خد أمك جبرية على المركز عشان بس يسألوها سؤالين. كنت هتتجنن إزاي أمي أم مروان تخش القسم؟ صح. أنا بقى جوزي اتقتل وأخويا اتضخ قدام عيني، وحقي وحق الغربة اللي أنا قضيتها مع عمك، وحق بناتي، أروح لمين؟ وأطلبه من مين؟ تقدر تقولي؟ تقدر تفسر لي ده؟ عشان أمك تحرق لي البيت وتولع فيا؟ اهدي عشان خاطري، عشان خاطري اهدي، كل حاجة هتتحل، اهدي. يا ريت كل حاجة تتحل، يا ريت يا ابني، يا ريت. أنا بصراحة مش عارفة أمي سابتنا هنا ليه. الولية اتجننت، كانت عايزة تحرقنا. بس أقولك على حاجة، كويس اللي حصل ده عشان البلد كلها تعرف إن هي خلاص راحت منها. بس لازم حسن لما يجي يعرف باللي حصل ده. أنا مش مستغنية عن روحي، لازم يكود لي شقة في مصر، ولو حابب بقى يقعد هنا مع أبوه وأمه أهلا وسهلا، يبقى يجيب لي بيت كبير هنا ويكتبه باسمي كمان. أنا ما أقدرش أقعد معاه ببيت واحد، دي كده هتحرقني أنا وابني.
راس تحرقني يا نادية. بس الست اللي اسمها فريدة دي شكلها مدلعة نفسها قوي. عارفة أمك سايبانا هنا ليه؟ ليه؟ على ما تيجي زينب. تقصدي إيه؟ ما هي زينب أكيد هتيجي بسرعة عشان تشوف إيه اللي حصل وتتطمن على أمها وأختها ووالد أختها كمان، وساعتها يجي الكبير. مين الكبير؟ مروان. مروان مين؟ الكبير عبد الحكيم. كان الكبير دلوقتي هو مروان. عبد الحكيم خلاص أمك حطته في راسها تلغيه وتخليه زي خيال المجاتة، وطالما كريمة نوت على كده يبقى هيحصل. في ايه يا نادية مالك؟ عايزة تقولي ايه؟ أنا ماليش حد غيركم يا رتال. مالك يا نادية؟ أنت عارفة كويس قوي إن أنت أختنا الرابعة مش كده؟ بعدي عن اللي أمك بتعمله. البيت ده واللي بيحصل فيه لعنة. أنت مجنونة يا بنتي؟ أنا مش مجنونة، أنا فقت. الكبار اللي المفروض يحمونا ويحببونا في بعض، الفلوس والنزعة الكذابة عمت قلوبهم، خلتهم يملوا قلب كل واحد فينا ضد التاني. نسيوا إن هم رايحين وإحنا اللي هنقعد لبعض. لا، شكل اللي حصل ده أثر على مخك. خدي حسن وبعدي، أنت مش لسه جايلالي إنك هتخليه ياخد لك بيت؟ خليه ياخده بعيد، فبعد حتة في مصر. حسن حلو وطيب وهتحبيه. انسي إن واحد من العيلة دي، عيشي معاه على إنه جوزك وبس. صدقيني هتحبيه. تقول اللي حصل لنا نسيه. والله العظيم أنا لو الزمن يرجع بيا ما أعمل أي حاجة من اللي عملته. كنت هخاف على جوزي وحافظ عليه. في ايه يا نادية؟ استهدي بالله بس. تعالي تعالي. استغفر الله العظيم. اقعدي. شايفة غير العفش، ما شفتش الحلو اللي كنت غرقانة فيه. شفت مروان عديم الحيلة ما قادرش يفتح خشمه مع أمه ولا أبوه. كان سايبني الجبرية تعمل فيا اللي هي عايزاه. نزل من نظري، بس الحقيقة إن الدنيا كانت ضحكة علي. ما شفتش إن اللي بيحب أبوه وأمه عمره ما يخون ولا يكره مرته. ما شفتش الحيرة اللي كنت بحطه فيها كل مرة أقول له يا أنا يامك يا أنا يامك. ما شفتش إنه كان متحملني رغم إن ربنا ما رزقناش بعيل وغيره. اتجوز بعد شهر ولا اتنين لو مرته ما حبلتش. ما فهمتش ان انا بس اللي اقدر اخليه في يدي واخليه يحبني اكتر واكتر. ما قدرتش اعمل اللي عملته فريده. اسمعي كلامي، خدي حسن واهربي من الغم اللي احنا فيه. اسمعي كلامها، كلام نادية صح، كل كلامها صح، بس الواحد ما بيفوقش ولا يعرف الصح اللي لازم يعمله إلا لما ياخد على عينه. وانتي حامل زي ما أنا حامل دلوك، وأنا هقولك تعملي إيه يا رتال. ما شفتش إن اللي بيحب أبوه وأمه عمره ما يخون ولا يكره مرته. ما شفتش الحيرة اللي كنت بحطه فيها كل مرة أقول له يا أنا يامك يا أنا يامك. ما شفتش إنه كان متحملني رغم إن ربنا ما رزقناش بعيل وغيره. اتجوز بعد شهر ولا اتنين لو مرته ما حبلتش.
فهمتش ان انا بس اللي اقدر اخليه في يدي وخليه يحبني اكتر واكتر. ما قدرتش اعمل اللي عملته فريده. اسمعي كلامي، خدي حسن واهربي من الغم اللي احنا فيه. اسمعي كلامها، كلام ناديه صح، كل كلامها صح، بس الواحد ما بيفوقش ولا يعرف الصح اللي لازم يعمله الا لما ياخد على عينه. وانتي حامل زي ما انا حامل دلوك، وانا هقولك تعملي ايه يا ريتال. انا مش متضايقه منك يا ناديه، بالعكس كل كلمه قلتيها صح، وانا عايزه انصحك نصيحه يا تاخدي بيها انت وريتال يا ما تاخدوش بيها. ولدك لما يكبر مش هيبقى لي غير ابوه، محدش هيحبه غير ابوه، ابوه اللي هيقطع من لحمه حته حته عشان خاطره. وانت يا ناديه انا جايبه لك عريس، انسي مروان، مروان مش هيرجع لك تاني ولا يشم ريحتك بعد النهارده، مش عشان هو بيكرهك لا، ولا عشان شايل منك، بس عشان خلاص حياته بقيت مليانة وأنا اللي مليتها عليه. وزي ما انتي قلتي أنا عرفت أعمل اللي ما عرفتيش تعمليه. طمني، أنا عارفة إن خلاص مروان ما عادش عايزني تاني، وإني خلاص طلعت من دماغه، بس دماغ مروان مش معاكي ولا معاي، مع حد تاني خالص، مع زينب. ايه اللي انت بتريده يا نادي؟ انا بس بوعيها، الست كتر خيرها جايبالي عريس، انا عايزاها تحافظ على بيتها وجوزها وولادها اللي جاي في بطنها. متشكره قوي انك نبهتيني، بس اللي يتجوز فريده ما يقدرش يدير وشه ولا حتى يقدر يشم ريحة غيرها. فكري العريس مستني. يا ترى بقى مين العريس ده يا ست فريد؟ المأمور. انتم عارفين وانا عارفة انه عينه كانت منها من الاول، وانا من رأيي يعني تقولي اه، الراجل قلبه واجعه ما بينامش الليل. وابشرك هو قال هيجيب لك شقة في مصر، يعني هترتاحي من الهم والغم اللي كنت بتقولي لريتال ابعدي عنه. فكري يا حبيبتي. سلام. مستفزه قوي على فكره. يا رينا. ماما كويسة؟ اه يا حبيبتي كويسة. شفت اللي حصل يا عبد الحكيم؟ أمك فين يا مروان؟ كنت عايزة أجيبها معايا، سابتني وروحت على البيت. فريدة خدي زينب واطلعي لفوق. أنا تحت أمرك يا عم الحاج اللي تأمر بيه، أنا زي بنتك والبيت بيتك. تعالي يا حبيبتي. يرضيك اللي حصل ده يا كبير؟ شفتي بنتك عملت ايه يا كريمه؟ وانت برضه بتصدق الكلام ده؟ تتجننتي؟ عايزه تقولي ان جبريه تعمل كده ومن غير سبب؟ وهي لما قتلت عبد الله اخوك كان في سبب؟ الكلام ده مش صح. لا صح، واسال ابوك هو عارف. انا؟ قولي يا عبد الحكيم، هي بنتي ممكن تسقط بنتك ليه؟ على فكره مراتك هي اللي عملت كده. جبرية تقتل حفيدها؟ لما ولعت بينا البيت فيا أنا وولاد أخوك، ما هي برضو كانت هتقتل حفيدها. أنت بس اللي مش عايز تسمع ولا عايز تشوف. ريتال حامل من حسن، يعني شايلة حفيدك. وأنا عارفة ومتأكدة لو ريتال بنتي كانت قالت لك يا عمي أنا عايزة لبن العصفور هتجيبه لها من تحت طقطق الأرض، صح وانا غلطانه؟ لا، انت عايزه تقولي ان جبريه
كيف حتقتل بنتها؟ تجننتي. اتجننت كمان لما بقول لك مراتك قتلت اخوك عبد الله. اللي بيحصل ده يا عبد الحكيم مش بيني وما بينك، ده بيني وما بين جبريه. جبريه عايزه تشوف ولاد عبد الله مرمين في الشارع بيتمرمطوا، وكلاب السكك بتنعش في العموم. عمتي انت خلاص لازم ترجعي مصر، احب على يدك، واللي انت عايزاه هتاخديه قولي لي. انت عايزه كام؟ وهيكون في رصيدك في البنك. انت يا ابويا خلاص ما يصحش كده، انت دلوقتي العمده، واللي بيحصل ده كتير وكتير قوي كمان، لا هو في صالحنا ولا صالح البلد. انا مش عايزه حاجه، انا عايزه اللي عمل كده يتحبس. امي. امك يا مروان. لا لا يا عمتي، خلاص الحدوتة خلصت خلصت، ولو عايزة تقولي كلام زين ما تقولي شيء، ومحدش في الدنيا دي يقرب من أمي أو يعمل أي حاجة حتى لو عملت أكتر من اللي عملته دي مليون مرة. المسؤول عن أمي هو واحد الكبير. يا زين ما خلفت يا كبير. البلد كلها اتقلبت عشانك. يعني ايه؟ ما كنتش عارفة انك مهمة كده عند عمك ولاد عمك. لا انا طول عمري اهم واحدة في العيلة، حتى ابويا الله يرحمه لما كان عايش كان بيحبني انا اكتر واحدة في اخواتي. ذكية. نعمة من عند ربنا. وحلوة. الحلاوة حلاوة الروح. لا كلام. أيوة كلام. بتقولوا الحريم العفشة عشان تصبر بيه نفسها، إنما الراجل يحب المرة اللي على الفرازة المتقسمة اللي عقلها يوزن بلد. غريبة، مع اني كنت فاكره ان الرجاله ما بتحبش الست اللي بتفهم. ما ده برضه من ضمن الهبل اللي الستات عايشه بيه، عشان الراجل يحب المراه اللي تفهم وتقدر، اللي توقف وراه وتخلي كل الناس تقول عليه سيد الرجاله. برافو، شكلك عندك خبره كويسه قوي في الرجاله. طبعا ميل تتجوز مره ويكون جوازها بايظ، لما تتجوز مرة تانية تفهم وتقدر، وخصوصي إذا كان الراجل راجل صح. عايزة إيه؟ بقولك إيه؟ أنا ماليش في اللف والدوران وما بحبوش يا فريدة. ابعدي عن مروان يا زينب. إيه ده؟ كده خبط لزق كده؟ خبط لزق؟ لزق خبط؟ ابعدي عن جوزي. وأنا مالي بجوزك؟ وأنا جيت جنبه ولا جنب بيتك؟ مش هنلف وندوره على بعض. هاتي اخرك معايا، عشان انا اللي يوقف قدامي بدوسه. يا ريت، ماليش اخر، ما كنتش عايزه عنك ابدا. وانا بقى اللي يمشي ورايا يتعب كده ويشحر قوي زي ما بيقولوا. يا فريده، بيت عبد السلام اخويا اتحرق يا عبد الحكيم بعد ما مات. تقدر تقولي بنته هتعيش فين وهتقعد فين؟ هتقعد عندي لحد ما اضرب البيت ويرجع احسن من الاول كمان. مفيش حاجه بترجع زي الاول يا عبد الحكيم. كريمه عيني، اقول لك انت عايز ايه؟ انت عايز تاخدنا كلنا كده بربطه المعلم، نقعد معاكوا في البيت، البيت اللي فيه جبريه اللي حرقت بيت اخويا، واللي جوزها اللي هو حضرتك قتل اخويا
تقدر تقول لي البنت هتعيش معاكوا ازاي؟ ما تقول. حاضر حاضر يا عبد الحكيم، حاضر. عارف ان اللي عملته ده جنان، بس اعمل ايه؟ حسبهم في الشارع. انت كان لازم انت تشوفه لهم بيت تاني تقعدهم فيه، ان شاء الله حتى في بيت فريده. تجننت يا اسحاق، بقي بيتي موجود، بيت العيله، ويروحوا عند فريده؟ بس فريده دلوقتي مرت ولدها. هي بس البيت مش بيته. الحل في يدك. حل ايه؟ ما عادش في حل خلاص. لا في حل. فكرك وانا معاك دلوقتي، عقلي معاي، عقلي هناك في البيت، كل ما اطلع ولا ارجع احس اني سايب كريمه والبنات هناك. عارف اني بحط النار جنب البنزين وما عارفش ايه اللي ممكن يحصل. وهتعمل ايه مع جبريه؟ هعمل ايه؟ اقتلها؟ يقولوا قتل مرضها؟ احرقها؟ ولا بلغ عنها ويدخلوها السجن؟ تصدقت الكلام اللي قالته كريمه ولا ايه؟ والله خايف اصدق. ساق ايه؟ وصيني. مالك؟ مش عارف، احس اني تعبان. الف سلام عليك يا عبد الحكيم. تعال 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 اخوي. والله ما هسيبها ولا هسيب حقك. ملهاش ذنب. أنا اللي وقعت واتكعبلت من على السلم، هو ده اللي حصل صدقني. بس كده؟ والله العظيم هو ده اللي حصل. أمك بتقول؟ أمي تقول اللي هي شافته، معذورة، مارتال كانت واقفة جنبي على السلم، بس صدقني حاولت تمسكني ما عرفتش. هو ده اللي حصل يا شمس؟ هو ده اللي حصل. رايح فين؟ تعبان تعبان، نار جوايا. رايح الجامع اصلي ركعتين. عايز اطلب منك طلب يا فتحي، عايزك تروح لابوي وتفهم ان اللي حصل ده كان غصب عني انا، وعايزك كمان تفهم مروان. حاضر حاضر. عايزه منك حاجه كمان، تروح لعمتي تطمن عليها وتقول لها شمس بس تفوق من اللي هي فيه وهتجيلك وهتبقى تحت رجليك. أرجوك يا فتح. سلامتك يا اختي، سلامتك سلامتك. هي غلاوتك عندي، هي غلاوتك وغلاوته ما حسيبها. هي مالهاش ذنب يا ام. كيف مالهاش ذنب؟ والله العظيم مالها ذنب. انا اللي اتكعبلت وجعت. عايزه تحرق قلبي عليكي وعلى ضناكي وهملها؟ والله العظيم مالها ذنب. لو كان ليها ذنب انا كنت شقيت بطنها، بس مالهاش ذنب. خايفة من مين يا بنت؟ أنا مش خايفة، كفاية ظلم يا أم، كفاية ظلم. لا أنا مش هظلمها، ده أنا حكيتي لها. لا يا أم، أنا جيت عشان أقول لك على اللي حصل وإنها مالهاش يد. كفاية عاد يا أم، كفاية يا أم. لما دفنتك بالحياة انت وبناتك يا كريمة.
مين؟ مين؟ عايزة مني إيه؟ موتك عقلي قال لي اجيب ميه نار ارميها في وشك عشان كل ما تبصي في المرايه تتفزعي. عقلي قال لي اجيب سكين واطلع ولدك من بطنك اقطعه حتت كيف ما عملتي. انت مجنونه ولا ايه؟ انا ممكن اصوت واخلي عمي يطلع يعرف انت عايزه تعملي ايه في حفيده. ما تخافيش انا مش هعمل لك حاجه لانك ما تسويش. خلاص ولدي راح عند اللي خلقه واللي في بطنك دي قبل ما يكون ولدك يبقى ولد اخوي وانا يستحيل اعمل زيك. انا قلت ان انا اللي وجعت انا اللي اتكعبلت وانتي مالكيش ذنب. بالعكس حاولتي تمسكيني بس ما عرفتيش. مش هقتل ولدك يا ريتال ولا هفكر ان اعمل زيك. عارفه ليه؟ عشان اللي في بطنك ده انا بقى عمته وعندي اغلى من روحي. اللي في بطنك ده اللي هيكبر ويعمل عيلة ويحافظ على بيت عبد الحكيم واسمه. أنا جوايا نار مش طايقة أشوفك. نفسي أولع فيك دلوك. نفسي ما يبقى لكيش وجود أصلاً. بس للأسف اللي في بطنك ده أهم مني ومنك. وده من امتى بقى يا شمس ان شاء الله؟ من بعد ما قتلت ابني. امشي من البيت يا ريتال واكسر الشر. خدي جوزك وولدك وبعد بعيد. انا مش طايقه اشوفك. انا مش ضامنه نفسي اكتر من كده. انا مش عارفه كيف ربنا مصبرني ومديني الجهون يقف واتكلم معاكي. امشي يا ريتال بعد عن عيني يا ريتال ويا ريت يكون النهارده قبل بكره. ان انا ما هدينيش غير كلامك. بس انا ليه حاسس ان في حزن في عينيكي؟ انت مخبيه حاجه عني. سيبني لوحدي يا فتحي مش قادره اتكلم مع حد. صوتك بيقول حاجه ولسانك بيقول حاجه تانية. مش طايقه اسمع صوت حد ولا اتكلم مع حد. طب اهدي 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 انت عندي اهم من اي حاجه. ان شاء الله ربنا هيعوضنا باذن الله. ارجوك يا فتحي سيكه عليك النبي سيبني لوحدي مش طايقه اشوف حد ولا اتكلم مع حد. يا رب يا رب صبرني يا رب مكويني على نبي يا رب. عامل ايه يا فتحي؟ مالك يا فتحي؟ مش عايز ترد عليا ولا ايه؟ لا بس تعبان شويه. بس عرفت اللي حصل. ده يكون في عونك. بس انت راجل مؤمن واللي حصل ده جدل ربنا. بعدين انت طالع ولا ايه؟ انت لازم تخليك جنب شمس اليومين دول. هي محتاجه لك اكتر من الاول. ماشي ماشي.
حسن، انت كنت فين؟ في ايه؟ انت مش عارف اللي حصل؟ اه عرفت، الله يكون في عون فتحي وشمس. فتحي وشمس؟ ليه؟ هو ده كل اللي انت عرفته؟ هو ده كل اللي اتقالك؟ محدش قالك ان امك كانت عايزه تولع فيا وتموتنا انا وامي؟ ايه الكلام ده؟ هو ده اللي حصل. امك ولعت في بيت خليها عبد السلام، كانت عايزه تموتنا انا وابني يا حسن. مش هينفع اللي احنا فيه ده، لازم تتصرف وتعمل حاجه، دي ممكن تموتني. ولعت في بيت عبد السلام وريتال جوه يامه. لا لا لا، بس انا عقلي راح لما شفت بنتي واجعه وولدها بيروح، عقلي راح غصب عني. يعني عقلك قال لك ان ريتال عايزه تموت شمس ولدها، قمت قررت على طول انك تحرجي مرتي وابني، صح؟ لا لا، انا شفتها وهي بتزك. شمس بتقول انها وجعت لحالها، اختك غلبانه ما عايزاش الدنيا تولع نار، تقومي تولعي انت فيها اكتر. يعني انا ابني مش مهم عندك، عندك استعداد انك تخلصي منه عادي عشان جاي من الرتال، صح يامه؟ رد عليا. لا لا كده كده ما حصلش، انا بس زي ما قلت لك عقلي ما كانش فيا وما كنتش عارفه انا بعمل ايه. لا انت عارفة انت بتعملي ايه كويس قوي يا جبرية. راح فين يا حسن؟ سيبيني يما. مروان مروان، زي ما جيت اخويا حسن، اخوك هيقول لك على اللي حاصل. ها فهمه فهمه يا مروان. استناني في المكتب. لا استنى كده، استنى هيقول لك. انت رايح فين يا حسن؟ شوفوا رايح فين؟ ما تحملوش ينزل. لا تعالي تعالي اهدي. انا هادية، انت اللي مش عارف اللي حصل. هي مرته كانت عايزة تعمل كده، صح هي؟ وبعدين انا بس عقلي راح مني لما شفت بنتي واجعة وبتنزف وبتموت. ما تخافيش، انا عارف وفاهم. عارف لا انت ما عارفش، انت ما عارفش وما فاهمش. طيب ما تخافيش، ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش. طب قول له. هقول له هقول له. قول لاخوك. طمني قول لاخوك ما تخلوش يهملني. طمني طمني طمني. قول له يا مروان. مصر عند شهادة. أيوة كنت بحاول أخليها ترجع من اللي في راسها. عملت إيه؟ ولا حاجة. حسن قول لي أخبار مفيدة إيه؟ إيه اللي فكرك بيها؟ ما عارف شيء، بس لما اختك وقعت عن الدرج ونزلت اللي في بطنها افتكرت مفيدة. ساكت ليه؟ تقصد ايه؟ ما بقصدش حاجة، انا قلت يمكن تكون خطرت في بالك، رحت زرتها سألتها هي عايزة ايه. لا خالص ما خطرش،
ما خطرش؟ مش هي كانت أمي ولدك ولا إيه؟ اسمع يا حسن، أنا بقولك ده عشان تبقى عارف اللي حصل ذنب مفيدة. أنا عارف إنك خايف، وأنا كمان، أنا شايل ذنبها زيك، بس أنا عايزك قبل ما تفكر وتقول عن أمي أي حاجة، عايزك تفكر زين أنت عملت إيه قبل كده، فاهم؟ أنت عايز تقول إيه؟ أمك قلبها وجعها، عقلها راح منها وهي بتولع في بيت عبد السلام. اوعى تفتكر انها كانت عايزه تولع في ولدك ولا مرتك. كل اللي كان في عقلها انها تنتقم لبنتها وبس. بس شمس بتقول شمس هي الوحيده اللي تستحق العيش في البيت دي. مروان، امك كرهها الكريمه. امك لما تتكلم قول امي، هو ده اللي نسيناه. لما اتكلم اقول امك، ولما تتكلم تقول امك، وكاننا بنتكلم عن اثنين مش واحده. قول لي، رحت لشهدي ليه؟ مش عايز ابوي يوقف في المحكمه. ولا واحد منينا عايز يروح ابوي المحكمه. بايه العمل؟ انت شايف ايه؟ انا مش شايف حاجه. لحسيبك انت تقول ايه اللي لازم نعمل وانا معاك. انت الكبير. يعني مش هيجي يوم وتقول مروان اتصرف من دماغه وقلل مني؟ مش هقول يا مروان. ندي كل واحد حقه. وانا معاك. حتى عمتي يا حسن. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. نورتي بيتك ومطرحك يا ست الكل. يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا عمتي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا عمتي. عاملة ايه؟ زي الفل. هي بس تطلع تستريح وهتبقى زي الفل. انا هطلع لحالي. لا، حالك ايه؟ ده انا جوزك، حبيبك، سندك، لازم ابقى وراكي وفي ظهرك. قلت لكم عايزه ابقى لوحدي. طب اعمل لك لقمه تاكليها؟ ماليش نفس. اقسم بالله قلبي واكلني عليها، بس هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. ما عايزاش اتكلم مع حد. بس انا جايه اطمن عليك. قلت لك ما عايزاش اتحدث مع حد. اطلعي بره. عمتي انا محتاجه اتكلم معاكي شويه. عايزه تقولي ايه؟ الكلام اللي انا هقوله لك ده مهم. خلاص خلاص، ما بقاش في حاجه مهم. لا، في، لما تعرفي ان اللي حصل ده ممكن يرجع احسن من الاول. انت عايزه ايه يا زينب؟ عايزه تشوفيني وتشمتي فيا؟ عايزه تتفرجي عليا بعد ما اتشوهت؟ لا يا عمتي، والله انا بتكلم بجد. انت ممكن ترجعي احسن من الاول 100 مره. بره مصر في دكاتره تجميل كتير جدا شطار قوي.
هو انت عمرك ما سمعتي عن الممثلات اللي بيسافروا بره وبيعملوا عمليات تجميل؟ صح الكلام ده يا زينب؟ اه طبعا صح. والعمليات دي كيف بتتعمل؟ بصي هي سهلة بس محتاجة شوية فلوس يعني. يعني انت الأول لازم تاخدي فلوسك علشان تقدري تسافري بره وتتعالجي وترجعي أحلى من الأول 100 مرة. مروان انت فين؟ أبوك كان معايا وتعب ونقلته المستشفى. أيوه الدكتور بيقول جاله جلطة. أنت بتقول إيه؟ أنا جاي. في إيه يا مروان؟ إيه اللي حصل؟ أبويا جاته جلطة. يا ساتر يا رب، طيب أحط حاجة عليا وأجي وراك، استناني. أنت عايزة إيه يا زينب؟ عايزة تشوفيني وتشمتي فيا؟ عايزة تتفرجي عليا بعد ما اتشوهت؟ لا يا عمتي والله، أنا بتكلم بجد. أنت ممكن ترجعي أحسن من الأول 100 مرة. بره مصر في دكاتره تجميل كتير جدا شطار قوي. هو انت عمرك ما سمعتي عن الممثلات اللي بيسافروا بره وبيعملوا عمليات تجميل؟ صح الكلام ده يا زينب؟ اه طبعا صح. طب والعمليات دي كيف بتتعمل؟ بصي هي سهله بس محتاجه شويه فلوس يعني. يعني انت الاول لازم تاخدي فلوسك علشان تقدري تسافري بره وتتعالجي وترجعي احلى من الاول 100 مره. مروان انت فين؟ ابوك كان معايا وتعب ونقلته المستشفى. ايوه الدكتور بيقول جاله جلطه. انت بتقول ايه؟ انا جاي. في ايه يا مروان؟ ايه اللي حصل؟ ابويا جاته جلطه. يا ساتر يا رب، طيب احط حاجه عليا واجي وراك، استناني. طمني يا عم اسحاق، الجلطه اثرت على رجليه. ألف سلام عليك يا حاج. ربنا يعافي عنك، يا ريت كنت هني. ألف سلام عليك يا كبير، ألف سلامة. مين يصدق؟ مين يصدق الكبير يقع الوقعة دي؟ عمتي. إيه يا حبيبي، إحنا لينا من غيره، حمينا وسندنا وظهرنا ومحاجي علينا يا مروان. طيب هملينا معاه دلوقتي. أهملك ده إيه؟ لا أنا مش منقول غير لما أطمن على عبد الحكيم. هو كويس وعالي العال، هملينا. هيبقى مليح يا حمتي، هيبقى مليح. يا رب يا أخويا، سلامتك يا عبد الحكيم، ألف سلامة. روح عبد الحكيم في ولاده وجبرية كمان. ياه كانت خايبة عنك فينجي يا كريمة. موت عبد الحكيم مش انك تقتلي برصاصة ولا تموتي جبرية، عايزة تموتيهم بجد. خدي منهم ولادهم يبقوا في صفك ويبقوا معاكي وما ينفذ لهمش ولا كلمة ولا حرف. هنا يموتوا بالسكتة. كلميه شوفي في ايه. لا انا خايفة اكلمه كل شوية يقوم قالب عليا. يقلب عليكي ده ايه؟ انتي خلاص بقيتي مراته. كلميه قولي له وحشتني يا عبدو، عايز اشوفك يا عبدو. تفتكري ده حقك يا عبيطة؟ ما بيردش. اتصلي تاني. برضه ما بيردش. لا ده كده بقى انا هبتدي اقلق، اكيد في حاجه. انا خايفه يكون رماني من دماغه. يرميكي ازاي وانت شايله منه؟ لا يا اختي يعملها. عبد الحكيم؟ لا عبد الحكيم طالما اتجوزك وقرر انك انت تبقى مراته استحاله يعمل كده. امال في ايه؟ مش عارفه، اكيد في حاجه.
بس أقول لك أنا هعرف. إزاي بقى إن شاء الله؟ هسافر. لا إلا موضوع السفر ده. أنا غيرك، أنا عارفة أنا بعمل إيه كويس قوي. ماشي. وبعدين يا مروان، بنت ناديه ملهاش اي قصر، معرفش راحت فين، بيت ابوها واتحرق وملهاش حد تروح له. لا انا هخرج ادور عليها. لا 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 انا هخرج هجيبها. تجيبها ازاي بس؟ تعالى هنا، انت حتى لو لقيتها مش هترضى تيجي معاك، هي مش طايقه تقعد في البيت. ما تخافيش هجيبها، ما تخافيش. وبعدين يا ماما ناوي على ايه؟ ناوية ما سيبش البيت ده لحظة، رجلي ما تعتفش براه، بيتنا حقنا. ماما طب وجبرية؟ جبرية راحت في الوبا وراحت أيامها. طب عمي؟ طب يا ماما؟ عمي خلاص الجبروت وقع ومش هيقوم لقومة، ما بقاش في سكتنا دلوقتي إلا مروان. ومروان في ايدك انتي ولعبتك، تعملي زي العجينه. يا ماما بس ما تبسبسيش. ايه هتقولي لي ما اعرفش ما اقدرش؟ ماما انا مش هقدر اعمل كده. هتقدري بالعقل والتفكير يا بنت المدارس، تخلي عجينه في ايدك زي ما انتي عايزه. يا ستي هو مش خلاص قال لك هيدي كل الواحد اللي ليه وخلاص؟ انت عبيطه يا بت؟ هو انا بدور على فلوس ولا على ورث؟ انا بدور على حق عبد الله اللي موتته جبريه، واخويا اخويا اللي مات برصاص عبد الحكيم ومرمطتنا وذلنا. انا باخد ضهري وحقي بالعقل مش بالدم والرصاص. حق وطار يا زينب، فهمتي؟ بيت واحد؟ مش انت جيتي وقلتي رجعني عشان العيش والملح اللي بيننا؟ تعالي كل حاجة هتتصلح. صعبت عليك؟ يبقى صعبت عليك وانا مش هرجع لك عشان صعبت عليك يا مروان. أنا جيت لك لحد عندك عشان أقول لك رجعني، حتى وأنت متجوز فريدة وأنت قلت لي مش هينفع. أنا دلوك اللي بقول لك مش هينفع. لا هينفع يا نادية، هينفع. إنسان يا مروان، إنسان نادية دي وكأنها مش موجودة أصلا. طيب اسمعي، تعالي النهاردة بيتنا وبكرة هنعرف هنعمل ايه. لا النهارده ولا بكره ولا ثانيه واحده يا بنت الحلال. هتقعدي فين؟
هقعد هنا في بيتي. البيت المحروق ده يبقى بيتي. يا نادية، احنا بنتوجع بعد ما الكارثة تحصل. اسمعيني، انا مش هسيبك ولا هسيب الندم ينعش في قلبك. تعالي معايا. لو ما مشيتش من هنا هصرخ والم عليك الناس. نادية اسمعيني. بقول لك هلم عليك الناس. هملني. هملني يا مروان. نعم يا نادية، قلتي لي ان المأمور عايز يتجوزني. تعالي خش. سمعت ان عم الحاج تعبان. الف سلامة عليه. هيبقى كويس ان شاء الله. ان شاء الله. قول يا بشارة، قاعد معانا شوية؟ لا انا بالكتير يومين وهمشي. انا كنت فاكر انك جاي عشان ابوك. انا قلت له يجي معايا، هو مش عايز. مش عايز؟ غريبه دي. ده طول عمره بيتمنى تطلب منه الطلب دي. هو اللي قال لك كده؟ لا ما قاليش شيء. بتخمن يعني؟ ما بخمنش. ده خال اسحاق وانا بحس هو عايز ايه. كويس، من الواضح انك قريب منه قوي. وانت زعلان كده ليه؟ لا أبداً، هزعل من إيه؟ أنا بس ملاحظ إن كل الناس هنا في البلد دي قريبة من حاجات ناس كتير قوي إلا أولاده، واللي المفروض يبقوا قريبين منه. اسمع يا بشارة، إحنا كلنا في البلد دي، كلنا عيلة واحدة، نقعد ونتجمعوا تحت سقف البيت الكبير. هملني وروح شوف أبوك. سلام. ربنا يعينك يا عم اسحاق. تعال تشرب قهوة. عيني يما توحشتك. توحشتني كيف؟ أنا قدامك كل يوم. توحشتك. توحشتك كيف زمان؟ نفسي ارتمي في حضنك، تجلى عيني كان عيل صغير. نفسي انام في حضنك وانت بتحكي لي حدوتة الشاطر حسن. فاكره يما؟ فاكره لما كنت اخش عليك الاوضه واخد فلوس وتعملي نايمه تعملي نايمة ومش شايفاني، وانت شايفاني عشان اشتري اللي انا عايزه. تعبت يوم، تعبت. ايوه توحشت الايام دي، وتوحشتك انت كمان. موجودة حبيبي، بس ما قطعت زمان خلاص.
أنا دفنتها، دفنتها جوا هنا. عارف ليه؟ عشان ينفعش حد يشوفها، لو الناس شافتها هياكلونا. الناس يا ولدي تنين، يا حاسديني على مالنا يا حاسديني على عيالي. انت الكبير ولازم نتشيل، وانا عارف اخوك عامل مشاكل ما يكبرش، ولا نافع في حاجة ولا واقف معاك. البركة فيك انت. يما مشاكلنا كتيرة. لا مش كتيرة، مشاكلنا كبيرة، واحنا كل ما بنكبر مشاكل بتكبر معانا. بس انت السند. عارف يا مروان، لما انا كنت حبلة فيك كنت حط يدي على بطنك ده طبطب عليك اقول لك اتوحشتك، تعال يا حبيبي تعال عشان اخدك في حضني وغني لك. وجيت وربيتك وكبرتك وجيت رجلي وسندي وسند ابوك كمان. الزمن يا ما ماله الزمن، هو الزمن ما تغيرش، الناس هي اللي بتتغير. وانت تعبت عارفة، بس البيت ده لازم يفضل قايم وموجود والبركة فيك. معلش تعال تعال تعال، تراسك هنا زي ما كنت صغير. اسم الله عليك من الآه. لما قالوا لي دا ولد انشد ظهري وانفرد، وما قالوا لي دا ولد قلت جاني السند. لما قالوا لي دا ولد اتشد ظهري واتسند. انت عايز ايه؟ عايزك. عايزني في ايه بقى ان شاء الله؟ دي مش كنت يا بنت الناس عايزه حد يشهد معاكي ويكون معاه ورق عشان يثبت كلامك؟ بجد؟ امال ايه؟ عيب يا بنت الناس. انا معايا ورق جامد يخليك تدخلي عبد الحكيم السجن. انت متاكد من اللي انت بتقوله ده ولا ايه؟ عيب يا بنت الناس، انا راجل كبير، راجل كبير، عيب ما تقوليش الكلام ده. تعالي بس. انت حر تسمع اللي انا بقوله او ما تسمعش. ايوه بس الحقيقه ان هي فعلا عندها حق. عندها حق او ما عندهاش، انا مش عايزاك يبقى ليك اي علاقه بالقضيه دي. انتي بتغيري منها ولا ايه؟ جايز، بس مش هو ده السبب اللي مخليني اقول لك كده. امال ايه هو السبب؟ اي حد غير شهد كان ممكن اقول لك تكمل معاه، بس شهد بالذات لا. شهد كل اللي مسيطر على عقلها ان هي تنتقم، الانتقام وبس. رغم ان انا عارفه ان هو حقها، بس انا مش عايزاك تبقى وسيله في ايديها لكده. ماشي، أنا هعمل اللي أنتي قلتي عليه. يعني أنت هتسيبني في نص الطريق علشان هي قالت كده؟ أنا؟ أنتِ إيه؟ أنتِ كمية الغل اللي جواكي مش مخلياكي تشوفي أي حاجة غير إن أنتِ تخلي عزة تبعد عني. غل؟ أنا جوايا غل؟ طب اتفضلي أنتِ يا رنا على مكتبك. مش لما أعرف الأول أنت ناوي على إيه؟ ناوي تنفذ كلام الهانم؟ أيوه. ليه؟ عشان هي بتتكلم صح. دلوقتي بقى كلامها صح يا عزت؟ مش انت كنت مقتنع ان انا ليا حق؟ ومين قالك ان انت مالكيش حق؟ انا متاكد ان انت عندك حق، بس برضه هنفذ كلامها لان كلامها صح 100%. وايه تاني؟ والحقيقه بقى رنا عندي احلى حاجه في الدنيا واهم من المكتب اللي انا فيه ده دلوقتي. عارفه ليه؟ عشان هي بني ادمه حقيقيه وعارفة هي عايزة ايه من الدنيا، وعندها حلم وعايزة تحققه، مش واحدة مستنية الحلم لحد ما يجي عندها
أنا وحشة قوي كده يا عزت؟ للأسف آه. أقولك على حاجة شهد، عشان تبقى دي آخر حاجة بيني وبينك، أنا ندمان على كل لحظة كنت قريب فيها منك. تقصد حبيتني يا عزت؟ حبيتني؟ خالص، ما حبيتكيش ولا حاجة. أنا كنت متخيل كده، كنت متخيل إن أنا لما أكون قريب منك يبقى بحبك. لأ، الحب الحقيقي هو اللي أنا عشته مع رنا. أنت بتسيبني أنا علشان دي؟ بصي، شوفي شوفي الأسلوب، شوفي الفرق اللي بينك وبينها. أنت بتقارني بيها ولا إيه؟ يا ماما بطلي بقى المنظرة الكذابة دي، وإن كان على الفلوس فرنا أبوها أكبر تاجر حديد في البلد، يعني توزنك فلوس. قول كده بقى. لا بلاش السكة دي، أنا لسه عارف إمبارح بالصدفة وأسأليها. أنا لما حبيتها حبيتها عشان عندها حلم وعايزة تحققه، مش واحدة مستنية كنز ينزل عليها ولا مستنية أجيب مليان فلوس. كلامك كان صعب عليها قوي عشان تفوق من اللي هي فيه. أقول لك على حاجة، أنا بحب أبص لك وأنت بتاكل وأنت نايم، مش عايزاك تسيبني، عايزاك تفضل جنبي على طول يا روح قلبي فريدة. أنا مش قد الجلع دايم. هو أنت شفت حاجة؟ أنت سلم نفسك بس لفريدة وأنت تعيش في الجنة. حاضر، هسلم لك روحي. وشفايفي حب البرجوج دوقني يا حبيبي ودوق الله يا روح قلبي كل غني. وشفايفي حب البرجوج دوقني يا حبيبي ودوق. اسكتي. بعدت لي؟ عايزك يا اخويا، كل حاجه هتبقى زينه. خير؟ أنا بعت للمحامي. ليه؟ عايز المشاكل كلها تخلص وكل واحد ياخد حقه. أنا كنت هقول لك كده، وكنت عايزك كمان في حاجة تانية. قول يا أخوي. أنا هنجل مصر. ماشي، بس أنا عايز أعمل بيزنس لحالي. ده مش غلط. بعد اللي حصل عادش ينفع نقعد أنا ورتال هنا. وعايز أنزل مصر في أسرع وقت ممكن، وكمان عايزك تاخد بيت كبير وتنجل فيه كريمة وزينب، أو تقنعهم ينزلوا مصر. عايزك تكلم شهد وتقول لها إن كل حاجة هتنتهي ودي. ماشي يا أخوي، ماشي. إيه؟ في حاجة تانية؟ كل اللي عايزه دلوقتي مبلغ عشان أبتدي بيه. اعتبره موجود. أنت إيه رأيك في اللي بقوله؟ عين العقل يا أخوي، عين العقل. أنا كان نفسي أعمل لك ده من زمان. الكلام اللي انت قلته لي ده سمعته بودانك ولا حد قالك؟ والله العظيم سمعوا بوداني الاتنين دول. طب بقولك ايه، عايزك تعمل حاجه. خدامك من ايدك دي لايدك دي، بس انت فاهمه بقى. ما تقلقش، هديلك اللي انت عايزه. كل كلمه سمعتها، كل حرف، عايزك تنقلهم لجبريه بالملي. لمين؟ لجبريه. ايوه. ليه بقى؟ انت مالك؟ ايوه صح، انت تعمل اللي انا بقول عليه من سكات. حاضر يا فندم. يلا اتكل. كان عليا انا ما عنديش مشكله. اشوفك يا جبريه بقى هتعملي ايه. واقف ليه لحالك؟ وانا من امتى يعني بلاقي حد اقف معاه في البيت ده حسن؟ ده انت زعلان على كده؟ لا مش زعلان ولا حاجه، بس يعني محدش شايفني في البيت ده حسن خالص. ما تقولش كده يا فتحي، ده انت اخوي. اخوك؟ بجد يا حسن؟ يعني انت حاسب اللي جوايا؟ مالك يا فتحي، فيك ايه؟ في ان مراتي كانت حامل وسقطت يا حسن.
في ان انا خسرت الواد الوحيد اللي كنت مستنيه، في ان انا زعلان ومتضايق ومحدش حاسس بيا، في ان انا بصراحه زهقت ان محدش شايفني في البيت ده خالص. انا عايش معاكوا يا حسن كاني عايش لوحدي. عارف ليه؟ عشان انتوا شايفيني اقل منكوا يا حسن، شايفين ان انا اتجوزت شمس عشان فلوسكوا، علشان اعيش في البيت الكبير. لا يا فتحي، انت غلطان في اللي بتقوله. لا انا مش غلطان، انا صح، وصح قوي كمان. اختك عارفه ان انا صح، والدليل ان هي عمرها ما حست بيا ولا بالحزن اللي ماليني. والله هو ده الكلام اللي قاله. يبقى الدب في عقله. ما انا اول ما سمعت الكلام قلت لازم اجي بسرعه ابلغك. هتجاهل اللي هم عندنا، مالهمش عندنا حقوق دول. ما انا عقلي قال لي كده، واضح ان كريمه لعبت في دماغه، خصوصا ان الحاج عبد الحكيم في المستشفى. كريمه انا هتصرف. بس ايه؟ حق فوزيه. هتجاهل الفوزيه. حق فوزيه؟ ما انت شايفه شكلها بقى عامل ازاي؟ دي محتاجه تقلها فلوس عشان تتعالج. حاضر يا محروس، حاضر، اللي انت عايزه انا هعمله. ادخل. كنت بتعمل ايه عند جبريه؟ ابدا، كانت طالبه مني اطمن لها على الحاج، فكنت بطمنها. وحياه امك، ايه ما بقتش قادر تبص في وشي؟ ده اسمه كلام؟ ده انت حبيبه قلبي من جوه. كنت بتعمل ايه عندها؟ ما انا قلت لك انا بقول لك انطق. كنت بتعمل ايه عند جبريه؟ كنت عايز الحقك. يعني مروان، مروان يا ستي عايز يدي كريمه اللي هي عايزاه، ويدي ولادها كل اللي هم عايزينه. ما فهماش، تقصد ايه؟ البيت كبير، حاسس بتأنيب ضمير، وحاسس ان كل اللي بيحصل ده بسبب ان هو كان حق كريمه وولادها، فقرر انه يدي كريمه وولادها الارض والفلوس اللي هم عايزينها. وماله؟ حقهم. ما قلناش حاجه، بس طالما هيعمل كده يبقى يعمل كده مع الكل. انت فين بقى من الحكايه دي؟ ده انت اولى ولا ايه؟ بعد يدك عني. ليه؟ ده انا حبيبك. محروس يا عيون محروس. تطلع من الاوضه، تطلع من باب البيت، ورجلك ما تخطيش هنا تاني، فاهم؟ ليه بس كده؟ ما بقتش طايقه اشوفك. انت اللي مش طايقه تشوفيني. انا بكرهك. من امتى؟ تفرق معاك الوقت؟ تفرق. انا ما عنديش مشكله ان انا امشي عادي، بس يا ترى انت بقى هتعملي ايه؟ هتلاقي مين يبص في خلقتك الجميله دي من بعدي؟ يا ولد الخسيس يا واطي. عيب عيب لما تشتمي جوزك، ولا انت لسانك بقى زي وشك؟ عالي عالي. بصي بصي، شوفي شكلك بقى عامل ازاي. شوفي انا مستحمل ايه. شوفي شوفي، عشان تحمدي ربنا ان انا عايش معاكي في نفس الاوضه اللي انت فيها. انزلي الشارع، انزلي الشارع كده، شوفي الناس هيبصوا لك ازاي. بلاش، انزلي اقعدي مع مروان ولا شمس ولا حتى حسن، هتلاقيهم بيبصوا في الارض، مش عشان ادب ولا حاجه، بس عشان مش طايقين يبصوا في خلقتك. مالكيش غير محروس يا ست الكل. بعد عني، اطلع بره، ما تقدرش اشوف وشك. طلقني طلقني يا جليل الاصلي يا نهر. بره، اطلع بره، ما عايزاش اشوف وشك يا نهر. الحقني يا اخويا. حصلي يا فوزية. الحقني يا ابن حكيم. خبر ايه؟ عايزاه يطلقني، ما عايزاش اشوف وشه هنا، بيعيرني يا اخويا. طلقها. بس انا قلت لك طلقها. والمصحف الشريف، لو ما نفذت كلام ابوي الرصاصه دي هتدخل من هني وتطلع من الناحيه التانيه. قول انت طالق. اللي بقوله ده احسن حل. اللي انت بتقوله ولا اللي مروان بيقوله؟ انا ومروان واحد، اخويا، وعارف المصلحه فين.
وانا همشي وراه. اه همشي وراه، واللي هو عايزه هيحصل، حتى لو قال لي مالكش حاجه هقول له امين. والنبي ايه، انا ما بحبش الطريقه دي. يعني انت عايز نسيب كل حاجه لابن فريده؟ انا قلت اخويا. انت مش فاهم اي حاجه يا حسن. يا روح قلبي كل حاجه هتروح لابن فريده، ابنك الكبير. وحكايه بقى انك تسيب البيت وتروح مصر دي لعبه. وانا موافق. يعني ايه موافق؟ انا راضي، راضي ان اخويا يضحك عليا من هنا ورايح. مش عايز اسمع ولا كلمه من اللي كنت بتقوليها. انا عايزه المصلحه مش اكتر. كل اللي يهمني ان ابني لما يجي ما يحتاجش لحد. لما احب ادخله مدرسه اعرف ادخله مدرسه كويسه، ما يبقاش عندنا حق ونروح ندور عليه. خلي بالك اللي زي فريده دي لو حطت ايديها انسى. قول على كل حاجه يا رحمن يا رحيم. هو انت شايفاني كيف؟ يعني ايه شايفاك كيف؟ هو انا فاشل قوي كده لدرجه انك متاكده ان عمرنا ما هنكبر ولا يكون لي بيت ولا مال ولا عمرنا هننجح؟ طب طالما انا وحش قوي كده مش هقدر اعمل حاجه، اي حاجه، من غير مال ابويا واللي هاخده منهم، اتجوزتيني ليه؟ عشان بحبك. كدابه، كل كلامك بيقول انك كدابه. انت عايزه ايه؟ كل ما اقول لك عايزين الامور تهدى تشعلي ليها اكتر. عايزاني اعمل ايه؟ اقتل مروان عشان تستريحي؟ لا يا حسن، انا ما قلتلكش تعمل كده. انا كل اللي انا عايزاه انك تضمن حقك مش اكتر. حق ايه اللي هضمنه؟ وابويا لسه عايش، لسه نفسه طالع، هو صاحب كل حاجه، البيت والارض. ريتال، غير النغمه دي. احنا هنسيب البيت ده يعني هنسيبه. انت فاهمه؟